مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من مصر. استقبل النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، واللي بيعقد في دورته الحالية في القاهرة بحضور قداسة البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقصية لأول مرة منذ تأسيس المجلس عام 68. اللقاء شمل التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات ما بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بجهود دعم الحوار والمواطنة ونبذ التطرف والتشدد في مختلف دول المنطقة. الرئيس السيسي شدد على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة بتمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب، ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد، وفي المقابل مكافحة التعصب والتشدد. برحب بالقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. القمص موسى، مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ عمرو، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني حابين نعرف صدى هذا اللقاء ما بينكم وبين مجلس الكنائس والرئيس السيسي اليوم، كيف كان اللقاء؟ هو طبعا بدون شك لفتة رائعة من فخامة الرئيس أن يستقبل رؤساء الكنائس اليوم. الحقيقة ده بيعكس تقدير كبير من السيد الرئيس لهذا الحدث وللمشاركين فيه. الانطباعات من ممثلي أو رؤساء الكنائس المشاركين كان إيه بعد اللقاء؟ هو طبعا بدون شك هما طبعا زي ما حضرتك عارف هما من عدد من الدول العربية، وشعور باهتمام الدولة المصرية بهذا الحدث، ولاسيما أنه السيد الرئيس أكد أمامهم على أن المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي. الحقيقة رسالة هامة جدا، يعني بعث بها الرئيس لضيوفه في ظل أن المنطقة في السنوات الماضية المسيحيين فيها تعرضوا لضغوط كثيرة نتيجة للظروف اللي احنا كلنا نعرفها، فأن يطلق الرئيس هذه الرسالة اليوم فهي رسالة طمأنة ودعم لكل مسيحي الدول العربية. أنا شاكر لوجود حضرتك معنا القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي تنعقد دورته الحالية في القاهرة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، وقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقصية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة الحضور في ضوء انعقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة في مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968، مؤكدا سيادته أن الإخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي. كما شدد السيد الرئيس على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين، وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناحي الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب، ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد،
وفي المقابل مكافحة التعصب والتشدد، مؤكدا سيادته أن هذا هو التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة. من جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مشيرين إلى مساهمتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام، فضلا عن أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط، ومثمنين جهودها بقيادة السيد الرئيس من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر، مع التأكيد على دعمهم لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن تحقيق التنمية والبناء والتعمير في مصر والشرق الأوسط بالكامل. وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بجهود دعم الحوار والمواطنة ونبذ التطرف والتشدد في مختلف دول المنطقة. كما استعرض السيد الرئيس ما تم في مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة، فضلا عن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، وذلك في إطار الاهتمام بحماية التراث المسيحي المصري. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة الموجودون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية، وذلك مواكبة لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكدا سيادته حرص مصر على دعم إنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها، ورغبة في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف، لا سيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الإفريقية، وحرصا على التكاتف والتنسيق في سبيل دفع العمل الإفريقي المشترك. كما أكد السيد الرئيس أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء بما فيها القضاء الإداري وتعزيز دوره ومكانته إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيرا سيادته في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن. من جانبه أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري بين الدول الإفريقية الشقيقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مثمنين الدور الحيوي لتأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية كإحدى الآليات التنسيقية المهمة التي تعمل على بناء بنية قانونية واحدة في قارة إفريقية، لا سيما من خلال تنظيم وتطوير التعاون بين جهات القضاء الإداري بالدول الإفريقية، وهو ما يعكس التوجه الثابت لمصر بقيادة السيد الرئيس تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لتعظيم منظومة العمل الجماعي بين دولها. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الراهنة تقتضي اطلاع القضاء الإفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، بما يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية في التعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة.
النهاردة كان في كلمة مهمة ولا أبالغ إن قلت تاريخية لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني. ده طبعا في إطار زيارة مفتي الديار المصرية لبريطانيا هذه الأيام. الحقيقة الكلمة كانت جامعة وكانت شاملة للكثير من التحديات اللي بتواجه العيش المشترك ما بين الأمم والحضارات والأديان في ظل موجة التطرف اللي بتجتاح العالم كله هذه الأيام، وليست فقط حكرا على فئة أو على دين أو على عرق، ولكن هي مشكلة بتواجه العالم كله وبتهدد التعايش في الكثير من دول العالم. مفتي الديار المصرية أشار إلى أن الدساتير المصرية منذ دستور 32 وصولا لتعديلات الدستور المصري في 2014 كلها كانت حريصة على إقرار مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات وضمان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية. أمور الحقيقة كثيرة جدا جدا في هذا الإطار فيما يتعلق بالجهد أيضا اللي بتقوم به دار الإفتاء المصرية في مواجهة الفكر المتشدد ومواجهة الشائعات ومواجهة الأفكار التكفيرية، ما يتعلق بضمان حقوق الجميع في هذا الوطن ودور دار الإفتاء في التوعية بهذه الأمور. وكان في الحقيقة ترحاب شديد جدا وتقدير شديد جدا من مجلسي العموم واللوردات البريطاني لكلمة فضيلة الدكتور شوقي علام، وعدد من المصريين والجالية المصرية في لندن كانت طبعا وقفة تحية لفضيلة الدكتور شوقي علام. برحب بالدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. دكتور خالد أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ عمرو، وتحياتي لسيادتك والمشاهدين الكرام. تحياتي لحضرتك. اولا كيف تروا في دار الافتاء هذه الزياره ونتائج هذه الجلسه الحقيقه اللي كانت مهمه اللي عقدها فضيل الدكتور شوقي علام مع الاعضاء في مجلسي اللوردات والعموم؟ يعني طبعا احييك على الكلمه اللي حضرتك استهليت بيها التقديم لما قلت ان هي فعلا كلمه تاريخيه. هي كلمة تاريخية في زيارة تاريخية. جاءت الزيارة طبعا بناء على دعوة من مجلس العموم واللوردات. يعني تخلى الأمر شوية الظروف بسبب كورونا، وبعد كده تكررت الدعوة مرة تانية وفضيلة المفتي ها هو يستجيب للدعوة ويلبيها ليلقي هذه الكلمة ومعها عدة فاعليات على هامش هذه الزيارة. والزيارة بدأت من يوم الأحد. الزيارة سبيل للتواصل والتوصيل، والتواصل هو نقطة مهمة جدا للحوار وللعرض وجهات النظر وعرض القيمة الكبيرة لهذا التدين الفريد الموجود في هذا الشعب، التدين المصري الذي أثمر في مؤسسات المصرية عموما بجميع أديانها وأطيافها، وكذلك المؤسسة الدينية الضاربة في التاريخ. فكل هذا رسالة رائدة نادرة تستحق ان هي تعرض للحوار في العالم، وهذا هو المنطلق الاول لهذه الزيارة او القيمة الكبرى لهذه الزيارة، توصيل الرسالة وبيانها امام العالم. طب انا الحقيقة دكتور خالد واسف جدا بعتذر للمقاطعة، ولكن فضلت المفتي يعني اصاب كبد الحقيقة في كلامه فيما يتعلق بمشكلة المرجعية، ودي مشكلة الحقيقة مهمة جدا عشان نوضحها لسادة المشاهدين. الدكتور شوقي علام بيقول ان في عدد من الاديان وعدد من يعني الاديان يعني عموما في بعض الاشخاص الغير مؤهلين للحديث في الفقه او في الشريعة او في امور الدين، هم اللي للأسف بعضهم تصدى المشهد وبدأ ان هو يهرف بما لا يعرف زي ما بتقولوا كده في الازهر في الدكتور خالد، وبيقولوا كلام غلط، وللاسف ده الحق الاذى بالاديان وليس فقط بالاسلام، وان هذه الاديان والعالم يحتاج الى المرجعيات المؤهله او المؤهله عشان تبين حقيقه الامر وحقيقه الاديان وحقيقه العقائد. يعني شايف ازاي حضرتك هذه النقطه اللي اثرها دكتور شوقي علام؟ هذه النقطه يعني دقيقه جدا في موطن دقيق جدا. اذا كان يعني هناك بعض الشعور في السيوله من جراء
وجود السوشيال ميديا او كذا في عندنا، لكن في المكان الذي القى فيه فضيله المفتي حيث هناك جاليه اسلاميه تحاول حقيقه بعض الجماعات المتطرفه ان تتخطف من غير المؤهلين، من غير من يمتلكون التعلم الشرعي، من غير من يمتلكون التأصيل والتوصيل، لا تأصيل الرسالة ولا طرق توصيلها بصورة تلفت النظر إلى صحيح الدين ووسطية الدين. ففي هذا المكان كان هناك احتياج شديد إلى التنبيه على هذه المرجعية، هذا أن الدين هذا علم وأن العلم له أصول في تلقيه وكذا. وكذلك لابد أن احنا نشير إلى المبادرة التي أطلقها فضيلة المفتي هناك، وهي الفتوى برو، هذا التطبيق الإلكتروني الذي من خلاله نستثمر التكنولوجيا. هيبقى متاح للمسلمين في بريطانيا أنهم يدخلوا على التطبيق الخاص بدار الإفتاء، داونلود لفتوى برو في دار الإفتاء، ويتم التواصل بثلاث لغات طبعا. عظيم. بريطانيا حيث اللغة الإنجليزية وغيرها سيكون متاح، الألمانية والفرنسية. عظيم. يرد علماء متخصصون وترجمة دقيقة للفتاوي بمرجعية المرجعية المصرية الأثرية في دار الإفتاء المصرية. عظيم. ده الحقيقة جهد مشكورين عليه الحقيقة في دار الإفتاء، وعايز كمان الحقيقة يعني أوصل شكر ناس كتير من المتعاملين مع صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيسبوك، وقد إيه دي الصفحة ثرية جدا جدا إنها تكون على التايم لاين بتاع أي حد فينا. فيها الحقيقة أمور لطيفة، فيها أمور بتعرف بأمور دين بشكل مبسط وسلس ودقيق جدا. فكل التحية الحقيقة لحضرتك ولدار الإفتاء المصرية على هذا الدور دكتور خالد. شكرا جزيلا يعني. شكرا جزيلا دكتور خالد عمران، امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. نروح لشيء مختلف خالص، وهو تداعيات الازمات الاقتصاديه اللي بتضرب العالم هذه الايام. واحد من الاخبار الحقيقه العجيبه والغريبه اللي سمعناها النهارده، ما اعلنه رئيس وزراء سريلانكا ان بلاده بتعاني من ازمه اقتصاديه حاده وطاحنه، وإن سريلانكا لن تتمكن من تسديد ثمن واردات الواردات الأساسية للبلاد، سواء كان من الوقود أو من الغذاء. كمان أعلن إن البترول والبنزين، البنزين الموجود داخل سريلانكا أوشك إن هو يخلص، ويتبقى من المخزون فقط ما يكفي ليوم واحد. يعني ممكن وإحنا بنكلم حضراتكم قد يكون مخزون البنزين في سريلانكا خلص، ومفيش بنزين في سريلانكا، والعربيات والحياة تقريبا هتصاب بالشلل. ده مش احنا اللي قلناه، ولكن ده ما اعلنه رئيس وزراء سريلانكا النهاردة في بداية اليوم. الحقيقة ده كان خبر صادم، لان الكل كان بيتوقع، حتى المنظمات الأممية والأمم المتحدة والفاو مثلا، منظمة الأغذية والزراعة وكل المؤسسات الأممية كانت بتتوقع أن العالم هيمر بأزمة غذاء طاحنة خلال الشهور المقبلة، ولكن يبدو أن، ونتمنى ألا يحدث، أن أول هذه الظواهر يبدو أنها التحذير جاء من سريلانكا، وأنها خلاص مش قادرة انها تستورد اكل، مش قادرة انها تستورد وقود، وان البنزين هيخلص في خلال، والبترول هيخلص في خلال اقل من 24 ساعة، وبالتالي تتوقف مظاهر الحياة، صحة، مستشفيات، تعليم، نقل، كهرباء. فنتمنى، نتمنى ان ده ما يحصلش، نتمنى للعالم كله السلامة. ولكن عايزين نرجع ونشوف برضو احنا فين، ونشوف التأثير الازمة دي علينا. دول كتير بتعاني، كل دولة ليها حالتها، كل دولة الحالة بتاعتها لا تنطبق على دولة تانية، في تفاصيل مختلفة، عامل زي بصمة الإيد. فكل دولة واقتصادها عامل زي البصمة، بصمتي غير بصمة حضرتك، الاقتصاد هنا غير الاقتصاد في الدولة دي غير الاقتصاد في الدولة صاد. نرجع لمصر ونشوف ايه الأخبار في مصر، وعايز أرجع حضراتكم للمؤتمر الصحفي العالمي اللي كان عقده دولة رئيس مجلس الوزراء، واتكلم فيه عن
قطاع الطاقة كأحد القطاعات البارزة واللي حققت طفرة خلال السنوات الأخيرة، سواء كان في قطاع الغاز والبترول وطبعا درة التاج في قطاع الكهرباء كذلك، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والتصدير والربط اللي مصر بتحققه خلال السنوات الأخيرة مع عدد من الدول في المنطقة والتحديات الكبيرة اللي واجهت هذا القطاع. حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة وصل لحوالي 1,200,000,000,000 جنيه خلال السنوات الأخيرة، وده طبعا يعني ساعد بشكل كبير جدا في تنمية هذا القطاع وفي الصادرات البترولية، والجزء طبعا مهم هو القيمة المضافة اللي بيمثلها للصناعة المصرية. عن قطاع البترول مثل باقي قطاعات الدولة في أعقاب أحداث يناير عام 2011، تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دور القطاع المحوري في تنمية إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطات والإنتاج من موارد البترول والغاز. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام المسؤولية، تم العمل على تعزيز قدرات قطاع البترول على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وبدا القطاع مشروعا طموحا لتطوير وتحديث مجالات عمله المختلفة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كل الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر. سنوات قليلة مرت على مصر تكاتف فيها الشعب مع قياداته السياسية والحكومة متحملين معا مسؤولية بناء الدولة وصمودها في مواجهة تحديات داخلية وخارجية لم تتوقف. فمصر التي واجهت تحديات كبرى في توفير المتطلبات الأساسية من الطاقة بعد عام 2011، أصبحت اليوم لديها فائض في الغاز الطبيعي للتنمية والتصدير، وتوسعت في كل الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدراتها الدولية وإمكانياتها في هذا القطاع بشكل غير مسبوق. القيادة السياسية للدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فمصر الآن على الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023، وذلك بعد النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2018. برحب بدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات. دكتور محمد مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا دكتور. اكيد نما الى علم حضرتك ما اعلنته سريلانكا على لسان رئيس الوزراء هناك، ان البنزين والبترول والامور دي كلها والمحروقات امامها ساعات قليله وتخلص والدنيا تقفل والدنيا تضلم. فالى هذه الدرجه ممكن، وطبعا رجع ده للازمه الروسيه الاوكرانيه، ولكن سؤالي الى هذه الدرجه ممكن الازمه الروسيه الاوكرانيه تؤدي الى هذا الشلل في بعض الدول والاقتصادات؟ أكيد طبعا الأزمة الأوكرانية الروسية دي مشكلة رهيبة، لأن هي تغذية معظم أوروبا ومعظم العالم من الغاز. أنت عارف أن روسيا هي تاني منتج للغاز على مستوى العالم، وهي اللي كانت بتدعم أوروبا كلها بالغاز وبتدعم جنوب شرق آسيا كلها بالمواد البترولية. لما يحصل عندها حجز ان هي ما تشتغلش وما تطلعش الغاز وتوقف الحياه دي مشكله رهيبه للعالم كله، وانت عارف ان ده بتؤثر على كل الاسعار اللي هي خاصه، يعني القمح غلى ضعف، كل حاجه غلت، البنزين والبترول غلى في كل مكان في العالم. اوروبا بقى نفس العربيات ما عادش زي الاول، وامريكا اللي هي اكبر منتج برضو اتاثرت. ده وضع طبيعي، لكن في دول ما كانش عندها اساسا احتياطيات ولا عندها رؤيه مستقبليه، دي اللي زي سريلانكا، فبالتالي يحصل عندها كلام ده. لكن احنا في مصر في منأى من الكلام ده لسبب واحد، احنا الحمد لله ربنا حبانا بالقياده السياسيه واعيه، ومن 7 سنوات كان عندها بعد نظر وعندها رؤيه ووضبت المناخ للمصريين كلهم، ان البترول والغاز، الغاز الطبيعي احنا كان عندنا مستورد، بدأنا احنا اكتفاء ذاتي من 3 سنين وبنصدر حاليا، وده خلى عندنا برضو الكهرباء توسعات فيها. يعني كل ما هو متعلق بالطاقة في مصر، مصر النهاردة يعني في مجال الدول اللي يعني حتى الأزمة اللي حصلت ديت خلت مصر في مكان الريادة، كل أوروبا بتخطب ود مصر عشان
توفر لها الغاز الطبيعي وتبعته لها. كل الدول اللي حوالينا النهارده لما يحصل ازمه في الغاز، يعني يحصل ازمه في الكهرباء في كل حته، احنا كمان عندنا كهرباء اضافه 25000 ميجا جيجا متوفرين ان احنا نصدرهم للدول اللي حوالينا. احنا مصانعنا هتشتغل وبنصدر لكل الناس اللي حوالينا، فده كانت رؤيه. وغير كده مصر علشان المناخ بالرياده بتاعتها ديت، مصر النهارده تستضيف مؤتمر المناخ اللي هيجي في نوفمبر الجاي، ده بيدي مؤشر ان مصر في الرياده، ان مصر في الطاقه النظيفه الجرين تك. لسه رئيس الوزراء كان اول امبارح كان في مع الغرفه الامريكيه بيشرح مع الامريكان احتياجات مصر والجرين تك اللي احنا داخلين عليها، والهيدروجين الاخضر مش بس الطاقه العاديه. انا عايز فده كله حاجات ما هياش وليده اليوم، ده من 6 سنين احنا القياده السياسيه مع وزاره البترول بتخطط للكلام ده مع وزاره الكهرباء، يعني مجهود كبير جدا ومعجزه ان احنا نوصل للكلام ده. صحيح. انا عايز اقول لك على حاجه بقى. فضل. شوف الدنيا بتعمل ايه واحنا في مصر هنا، واحنا في مصر هنا الناس بتاخد البوتاجاز ب 75 جنيه. انت عارف ان طن البوتاجاز النهارده وصل ل 1000 دولار، يعني 18000 جنيه، يعني الانبوبه بقت ب 225 جنيه. مواطن بياخدها ب 25 ب 95 جنيه، يعني الحكومه المصريه مدعمها ب 150 جنيه. 150 جنيه في مليون اسطوانه، يعني 150 جنيه كل يوم دعم للبوتاجاز بس. الناس ما حستش بالكلام ده برضو، ما فيش تاثير عليها. الكهرباء اتخفضت للصناعات والكهرباء زادت في كل حته في العالم، وعلى ذلك ما حسوش بيها. كل المصانع بتاعتنا بتشتغل بالغاز النهارده، المليون وحده ب 4 دولار ونص او ب 5 دولار ما زادتش على حد خالص، على الرغم ان هو زاد 8 اضعاف بره. يعني نقول ايه؟ حتى الازمه اللي موجوده مش ان احنا موفرين، ده احنا موفرين ومدعمين ان المصريين. ده بسبب يا فندم الاكتشافات من الغاز في السنوات الاخيره، يعني اللي حضرتك بتذكره ان الغاز ما زادش مثلا بالنسبه للمصانع، ده بسبب بالزبط. الوفره اللي بقت موجوده في السنوات الاخيره، الاكتشافات الخاصه بالغاز. غير الاكتشافات يا فندم اللي بتكلم عليها، انا بتكلم ان الحكومه بتعمل ايه للشعب المصري؟ يعني ما اي حكومه بتقول لك السعر زاد بره زود على الناس. يعني احنا كنا عاملين حسابنا في الموازنه ان سعر برميل البترول 60 دولار تقريبا، لما يصل ل 120 دولار يعني الضعف. يا ترى انت الدعم ده راح فين؟ الحكومه بتحمله. الفرق ما بين السعرين لكن يعني. النهارده امريكا لكن وقت النهارده المواطن في امريكا اول ما البترول ارتفع محطة البنزين في نفس اليوم رفعت البنزين بتاعها والمواطن تحملها، الدولة ما شالتهاش. مظبوط. يعني انا بحيي الحكومة المصرية في ادائها ده اللي بتنفذه، ولازم احنا كمواطنين نشعر بالكلام ده. لما يكون في زلة في الاسعار في حاجات تانية بسيطة جدا لازم نشيلها ولازم نحس بيها، لكن احنا الحاجات الاساسية كلها متوفرة ومصر ما فيهاش حاجة ناقصة. احنا بنشوف فرنسا والمانيا على بيودي الواحد ازازه زيت واحده وبيقول له ما تاخدش اكتر من كده. فين الزمن ده؟ ما كانش بيحصل. دول بلاد متقدمه وعندها. فانت بتلوم على ماليزيا اسمها سريلانكا؟ لا ما تلومش على سريلانكا، يعني لوم على البلاد الثانيه. لا بالعكس، ده هو الواحد متعاطف يعني احنا الحمد لله. ده هي بيبقى تعاطف، بيبقى شفقه يعني. بس ما احنا الحمد لله بلدنا في وضع متميز، عندنا كل شيء متوفر، وعندنا التفاهم موش من النهارده من قبل كده على كل الاصعده. صحيح. يعني مصر النهارده لها رياده، بقول لحاجة الناس تخطب ودها عشان تديها غاز دايماً طبيعي دايما يا رب، او تديها الغاز المسال دايما ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد سعد الدين رئيس لجنه الطاقه باتحاد الصناعات، وعايز اقول لحضراتكم يعني الواحد من اطواق النجاه، يعني انجاز اللي هي التعبير ده، هي فكره الصناعه المحليه، فكره تعزيز تدعيم الصناعه المحليه. لسه دكتور محمد كان بيقول فكره ان الغاز واسعار الغاز الخاص بالمصانع الامور زي ما هي رغم ان الاسعار ارتفعت، ده عشان الحفاظ على مصانعنا، الحفاظ على الطاقه التصديريه او زياده هذه الطاقه التصديريه الخاصه بمصر. شفنا امبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم عن الزراعه وما تحقق فيها 3 مليار دولار الصادرات في 2021، والاسواق الجديده اللي اتفتحت اكتر من 150 دولة. كمان واحد من هذه القطاعات بقى الصناعة، بقى المرة دي هو صناعة الغزل او قطاع الغزل والنسيج،
وصناعة الملابس الجاهزة. وعايز أقول لحضراتكم إن هذا القطاع حقق طفرة على عكس الريح، يعني سبح ضد التيار. يعني في 2022 احنا لسه ما جبناش نص السنة، بنتكلم في حوالي 641 مليون دولار، ما هواش ده قطاع الصادرات من الملابس الجاهزة حتى الآن في 2022. ولكن ما هواش ده كل المرجو أكيد، ما هواش ده منتهى الطموح ده بكل تأكيد، ولكن بنتكلم على الربع الأول من السنة دي، أول 3 شهور، في زيادة بنسبة حوالي 47% في الصادرات في هذا القطاع، وسجلت حوالي 641 بالتحديد، يعني 641 مليون دولار في مارس السنة، حتى مارس السنة اللي فاتت الربع الأول من السنة اللي فاتت كان 435، في زيادة نسبية، زيادة معقولة في هذا القطاع. هل تساهم الأزمة العالمية في رواج صناعة الملابس المصرية؟ الصناعة الوطنية هي البديل المناسب للواردات والتخلي عنها، سواء بشكل مباشر أو بشكل تدريجي، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالأزمات المتعلقة بالصادرات والواردات، بالإضافة لجائحة كورونا. ولتجاوز التحديات العالمية يجب تعميق الصناعة المحلية والاستغناء عن الواردات بما يضمن قوة الاقتصاد وتوفير متطلباته الإنتاجية. إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهيات الصغر في مصر. زيادة مساحات الأقطان قصيرة التيلة ستكون سبيلا لتلبية احتياجات المصانع، وبالتالي توفير نحو 3 مليارات دولار سنويا، هي قيمة استيرادها واستيراد بعض الملابس سنويا. كما أن ضوابط الحد من الواردات تفتح المجال للتوسع في تصنيع الغزول والمنسوجات وتوفير 5 مليارات دولار سنويا. علاوة على أن وزارة قطاع الأعمال العام تستهدف تصدير منتجات ب10 مليارات دولار سنويا من مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس التابع للشركة القابضة للقطن والغزل بعد اكتمال المشروع الذي تكلف نحو 21 مليار جنيه. كما أنه يجب تعظيم الاستفادة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار البنك المركزي بفتح الاعتماد المستندي على عملية الاستيراد. كل المعطيات السابقة تؤكد أن الأزمة الحالية يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في دعم الصناعة الوطنية وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الكويز، خاصة وأن دولا مثل فيتنام وبنغلاديش صادراتها السنوية من المنسوجات والملابس تزيد على 30 مليار دولار، وهي لا تقارن بإمكانات وموقع مصر. من مصر، محمد عبد العال. طيب ازاي نوصل للحلم اللي محمد بينهي بيه كلامه في التقرير؟ ازاي نوصل بقطاع الملابس الجاهزة ومن قبله الغزل والنسيج في مصر ان هو يوصل زي طفرة التصدير في هذا القطاع في سريلانكا مثلا، يعني او في بنجلاديش عفوا، اللي قدرت تحقق قفزة كبيرة جدا في صادرات الملابس الجاهزة، ماركات كبيرة جدا جدا بتلاقي حركة عليها على التيكت بتاعها انها مصنوعة في بنجلاديش، مع ان مصر القطن موجود، الايدي العاملة موجودة، الخبرة السنين في مجال الصباغة والتجهيز والغزل والنسيج كل ده موجود في مصر. نعرف ده او نطرح السؤال ده على دكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات. دكتور محمد، مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا عمرو بيه، اهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. الربع الاول السنة دي من يناير لمارس ما شاء الله حقق طفرة عن الربع الاول السنة اللي فاتت باكتر من 200 مليون دولار، ولكن بيدور في فلك 641 مليون دولار في الربع الواحد، يعني بنتكلم في حوالي لو كمل بنفس الوتيرة بنتكلم في حوالي يعني 2.5 مليار تقريبا، يعني تقريبا في هذا القطاع يقل قليلا او يزيد قليلا. يعني هل ده شايف حضرتك ان هو بيوازن تاريخ مصر وقوة مصر وموقع مصر وإمكانات مصر في هذا القطاع؟ لا بالطبع، لا طبعا احنا إمكانياتنا أكبر بكتير أو من هذا الرقم يعني، وإحنا بنسعى خلال الفترات السابقة
ان احنا نحسن ادائنا ونرفع قدرتنا التنافسيه في السوق العالمي عشان نقدر نرفع صادراتنا. وعندنا مخطط ان احنا خلال سنتين لازم نوصل لخمسة مليار دولار. وانا شايف ان الظروف العالميه اللي بيمر بيها العالم دلوقتي وبعض التوجهات السياسيه بالنسبه للولايات المتحده والاتحاد الاوروبي ان هم بيتجهوا لتقليل وارداتهم من الصين. وزي ما حضرتك ذكرت من شويه ان دوله زي بنجلاديش اتعرضت تقريبا للافلاس ويعني اقتصادها شبه بينهار. ده سريلانكا. وتوقفت تماما عن الانتاج. بنجلاديش الصناعه فيها ماشيه يعني. ماشي لا انا بتكلم عليك هو المتغيرات اللي بتحصل عالميا النهارده نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه يعني ليها تاثير سلبي على نسبه التضخم في كل الدول تقريبا اللي على مستوى العالم بما فيها اوروبا نفسها. طب هل اثرت علينا زي النهارده؟ هل اثرت على قطاع الملابس الجاهزه؟ طبعا في ايه؟ طبعا حضرتك ده ما فيش شك انها حضرتك دلوقتي اسعار الخامات الاوليه او مستلزمات الانتاج على مستوى العالم بالكامل ارتفعت بشكل غير مسبوق. حضرتك احنا تقريبا بنستورد 50 ل 55% من احتياجاتنا من الغزول من دول خليجيه زي الهند وزي باكستان وزي تركيا عشان نكمل الجاب اللي موجود عندنا. حضرتك ذكرت في تقريرك برضو ان احنا طبعا مرينا بظروف صعبه جدا الفترات اللي فاتت نتيجه القرارات اللي كانت خدها البنك المركزي باستخدام الاعتمادات المستنديه والغاء مستندات التحصيل. واحنا طلعنا الحقيقه باستفاده كبيره من هذه التجربه. واحنا شفنا سعاده الرئيس توجهاته في الفتره اللي فاتت ان احنا لازم نعمق يعني صناعتنا الوطنيه وأقلل وارداتي من مستلزمات الإنتاج واعتمد بشكل كبير على الصناعة المحلية أزود يعني قيمة المنتج المحلي جوه صادراتي المكون المحلي جوه صادراتي لكل دول العالم. فده فعلا كلام حضرتك مظبوط. احنا إن شاء الله بنسعى بشكل كبير جدا إن احنا نعمق صناعتنا ونزود مكوننا المحلي. وده بالإضافة بقى يعني إن طبعا التوجهات الدولية اللي بتحصل دلوقتي عايز اقول لحضرتك كمان ان مستثمرين كتير جدا من دول العالم النهارده متوجهين بصناعتهم تجاه مصر وبيحاولوا ان هم يعملوا استثمارات في قطاع الغزل والنسيج والملابس في الفتره الحاليه. واحنا الحقيقه عندنا كم كبير جدا من المستثمرين بيتصلوا بينا دلوقتي. كل اللي احنا بنرجوه من الحكومه ان احنا عايزين نشجع هؤلاء المستثمرين ونسهل لهم الاجراءات بتاعتهم. ايه العوائق في مصر خصوصا ان 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 في لجنه في وحده بيترأسها دوله رئيس مجلس الوزراء هي شغلها الشاغل كل اسبوعين انها تقعد مع المستثمرين او تشوف مشاكل المستثمرين ايه وتذللها او تذلل العقبات يعني. بص يا فندم هو في الحقيقه ان في بعض المعوقات. خلينا متفقين ان قانون الاستثمار بيتيح للمستثمر اللي جاي من بره ده او المستثمر المصري انه يقدر يأسس شركته خلال ايام من تقديمه لكافه المستندات. لكن بيصطدم بمشكله من المشاكل اللي بتقابل اغلب المستثمرين ان هو بيقدم ورق شركته وبيتطلب منه ذلك ايداع مبلغ التاسيس داخل احدى البنوك المصريه سواء استثماريه او سواء بنوك وطنيه. الكلام ده ممكن يستغرق من شهرين لثلاثه. الايداع ولا ايه اللي يستغرق من شهرين لثلاثه؟ الايداع فتح الحساب. فتح الحساب من شهرين لثلاثه. ايوه يا فندم. ليه ودي والله ده راجل جاي يحط فلوس هو مش جاي ياخد فلوس يعني لو جاي ياخد مننا فلوس كنت قلنا قعدوا 6 شهور. ده جاي يحط فلوس. حضرتك بيعمل تحويل من بره وبيتم عليه استعلام امني وبيحصل كذا وبيحصل كذا شويه اجراءات كده. فبالتالي النهارده بدل ما انا باسس الشركه في عده ايام انا باسسها خلال 3 أو 4 شهور. دي برضو احنا نتخطى المشكلة دي يمكن حاجة اجرائية واحنا بنتكلم فيها. حضرتك اغلب الناس العاملين والفنيين العاملين في قطاع الملابس والمنسوجات على مستوى العالم النهاردة كلهم بيجوا من اسيا. هتلاقيهم حضرتك الناس اللي بتشتغل في هذا المجال سواء بيجي عشان يعمل تفتيش على المصانع اللي هتصدر لبره او الناس المتخصصين في الجودة او الناس المتخصصين في
الانتاج. كل الناس دي جاية من دول زي بنجلاديش، الهند، سريلانكا، تركيا، والناس دي عشان تخش مصر بتتطلب لها موافقات أمنية. هذه الموافقات الأمنية بتاخد وقت طويل جدا، ده إذا في الآخر خدوا الموافقة الأمنية. فدي كلها معوقات بتعوق المستثمر. طب هل الكلام ده طرحتوه أو هتطرحوه أمام دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور محمد؟ حضرتك احنا النهاردة عملنا مذكرة، وبكرة ان شاء الله هذه المذكرة هترسل للسيدة وزيرة الصناعة، وهي بدورها اللي بتقدر توصلها لمجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء. كل اللي احنا بنتمناه في الفترة اللي جاية، احنا عندنا فرصة ذهبية مش عايزين نفقدها. يعني النهاردة مصر بتتميز بموقعها الجغرافي، وبتتميز بان عندنا بنية النهاردة صحيح. يعني احنا بنية تحتية اتعملت بشكل جيد جدا، عندنا توافر في الأراضي الصناعية، عندنا توافر في الإيد العاملة، عندنا يعني الصناعة دي زي ما حضرتك برضو ذكرته في التقرير إنها صناعة قديمة جدا وبتتمتع يعني بتاريخ عريق طبعا. فيعني أرجو إن خلال الفترة اللي جاية دي إن شاء الله إن إحنا نقدر نستثمر كل المناخ اللي موجودة حوالين العالم ده كله إن شاء الله. إحنا مؤهلين لهذا. القيادة السياسية حريصة بشكل كبير جدا إنها تدعم الصناعة. احنا محتاجين عمرو بيه النهارده ان احنا نزود دخلنا من الدولار، عايزين نزود صادراتنا أكيد. من الصادرات الصناعيه اكيد. احنا النهارده بنصدر ب 32 مليار، احنا محتاجينهم يبقوا 65 و70 مليار. بنستورد ب 3.5 مليار ملابس جاهزه يعني من الخارج يعني تقريبا يعني في 2021 اعتقد كان كده. لا احنا لا يا فندم، لا لا خلي بال حضرتك، احنا بفضل الله يعني حصل تطور كبير قوي. انت حضرتك زي ما قلت من شويه في التقرير برضو، الحقيقه التقرير كان رائع يعني وغطى نقاط كبيره جدا. مصر كانت في فترات سابقه قبل 2016 كنا تقريبا 50% من المنتج اللي معروض في السوق كان منتج محلي، وال 50% الاخرى كان منتج بيتم استيراده من الخارج. حضرتك كنا بنتكلم ان احنا بنستورد من 6 ل 8 مليار دولار سنويا ملابس جاهزه ومفروشات. دلوقتي لكن بفضل الله في 2016 احنا دلوقتي تقريبا حجم الموجود في السوق المحلي من المنتجات المستورده لا يتعدى 20%، يعني ما يوازي تقريبا 2.5 مليار دولار. طيب عظيم. طيب عظيم. الحمد لله احنا قدمنا بشكل كبير جدا. الحمد لله الحمد لله. طيب طبعا احنا قدمنا بشكل كبير جدا. اسمح لي ان انا اشكر حضرتك يعني انهي معركة الحديث بالعبارة دي. احنا تقدمنا بشكل كبير جدا في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات. وعايز شيء بشيء بقى يذكر، عايز اعرض على حضراتكم دلوقتي تجربة الحقيقة فريدة جدا ولطيفة جدا من يعني سيدة شابة الأستاذة أمل شبيب، اللي كان ليها فكرة انها زي تستعمل القصائص او البواقي بتاعه القماش وانها تطلع بقصه، تطلع منها بابداع. فالحقيقه قررت ان هي تستخدم هذه القصائص يعني او بواقي القماش، وتقدر السيده امل ان هي تطلع منها موضه وتطلع منها ملابس حلوه وتطلع منها مفارش وتطلع منها حاجات الحقيقه راقيه جدا وزاهيه جدا. فتعالوا تعالوا نشوف القصه دي في التقرير ونرجع نرحب بالسيده امل شبيب. كسر الحاجز المألوف، كيف بدأ لها تحويل قصائص القماش الملقاة على عتبات محلات الخياطة لورشة تعلم السيدات تلك الحرفة؟ شنط وفساتين من قصائص القماش تطغى عليها الألوان الزاهية والمتناسقة لتزين جناح قصائص أرت بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية التي اختارت اسمه أمل شبيب لتجلس بداخله وبتركيز وحماس أمام ماكينة الخياطة، ثم تواصل خياطة الفساتين والجواكت والشنط والإكسسوار، وكلها من قصائص صغيرة من القماش، وأحياناً تضيف خيوط قطن بتقنية معينة بحيث تظهر وكأنها ديكوباج. مبادرة تسمى قصائص كرافت، كمشغل لدعم وتعليم السيدات خاصة المرأة المعيلة،
سيدات في أعمال مختلفة تجلسنا خلف ماكينات لا تتوقف تروسها عن العمل، يبدعنا في حياكة ملابس وشنط ومفارش وألعاب أطفال أيضا من بواقي أقمشة المحلات وقصاصات القماش المتبقية من الترزية بعد عملية تنظيف وتعقيم أعادت لها رونقها من جديد. عالم الخياطة والتطريز شغفهن حبا فأبدعنا في حياكة ملابس من العدم بثمن زهيد. من مصر محمد الجباس. فكرة جميلة وفكرة جريئة جدا. بنرحب بالمهندسة أمل شبيب رائدة الموضة الخضراء. سيدة أمل مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، مساء النور. أهلا بيك. الحقيقة أولا تسلم إيد حضرتك وإيد الجميع. أهلا. حاجة الحقيقة جميلة جدا ورائعة جدا ورا حضرتك. شكرا. حاجات جميلة جدا يعني. شكرا شكرا، ربنا يخليك. الفكرة جت لحضرتك إمتى وليه؟ هي الفكرة من زمان الحقيقة، أنا بعملها كهواية. أنا كنت بحب كده يعني، أحب أخيط بس مش بحب أخيط الحاجات التقليدية يعني. وبحب حاجتي القديمة، من النوع اللي بحب الحاجات القديمة أحتفظ بيها، فكانت بتصغر بتتقطع، فكنت بدخل ده مع ده وأعمل منتج جديد. فمن هنا بقى بدأت الفكرة، وبدأت في الأول كهواية، وبعد كده الناس بقت تعجب بيها، أدي هدايا، وبعد كده لقيت الموضوع بقى يعني كبر بقى معايا شوية، والناس عايزة تتعلم، وظهرت بقى من أول ومن أول جائحة كورونا بقى. طب الواحد فكر، طب لا ده لازم، احنا دلوقتي عندنا مشكلة اقتصادية في العالم كله، طب احنا لازم بقى نركز في الموضوع ده بشكل جدي شوية. صحيح. ان احنا نستغل الأصائيز دي ونعمل اتفضل. لا لا خلص، انا بسمع. نعمل مشروع بقى، احاول بقى اشغل معايا ستات، لان فعلا هو مشروع ده يعني هيدي دخل للسيدات وهيعلمهم حاجة جديدة، وفي نفس الوقت هنحافظ على البيئة، وفي نفس الوقت انا ما بحتاجش اشتري خامات مستوردة ولا حاجة، ده كله عندي طبعا. بل بالعكس كمان، ده جزء كبير منه بيترمي يعني، ممكن اجيبه من غير فلوس. فاذا دي صناعة يعني ممكن تكون قائمة بذاتها خالص، وممكن تشغل يعني ناس كتير جدا جدا، ومصدر رزق لناس كتير، وفي نفس الوقت بساعد في الحفاظ على البيئة. طيب انا عايز اسأل حضرتك بقى على المعارض اللي بتدخلوا فيها، وازاي ده ممكن ان هو يتطور. يعني كنا لسه بنتكلم على صناعة الملابس الجاهزة، وبنلاقي دول بتقدر من خلال يعني صناعات بسيطة جدا، وانها تصدر وبيكون شهرة لمنتجاتها، ودي حاجات ممكن يتعمل منها حاجات فولكلورية بتعبر عن الحضارة والتراث المصري، قد يكون في معارض بره يكون ليها زباين الحقيقة يتهافتوا عليها. فأرجوك قولي لي ازاي بتطوروا البعد ده، وازاي ممكن انكم تعملوا معارض، وليه لا تصدير يعني. لا انا بالنسبه لي لا، معارض مثلا رحت ديارنا الحقيقه يعني كانت كل سنه بتتطور تطور حلو جدا عن السنه اللي وراها يعني حقيقي. يمكن انا تعرفت من معرض ديارنا يعني، بالعكس يعني مره السنه اللي قبل اللي فاتت، والسنه دي الناس بقت جايه بتدور عليا، على الرغم ان كان اسمي متغير في المعرض، بس هم عرفوني من منتجاتي يعني، فقالوا لي احنا بندور عليكي. فدي حاجه كويسه، الناس لما بتحب حاجه بتجري وراها فعلا. يمكن بقى مرحله التصدير دي ان شاء الله انا باذن الله، بس اهم حاجه ان انا نفسي اعلم ستات اكتر، بحيث ان احنا نبتدي بقى نبقى تيم كبير ونطلع فعلا انتاج، لان انا دلوقتي بيطلب مني شغل، بس الحقيقه السيدات اللي معايا يعني ما بنلحقش نعمل كل الشغل ده. اكيد كل التوفيق، وان شاء الله المشروع يكبر والفكره تكبر والحلم بقى يتحقق. وده الصناعات الجميله والمنتجات الرائعه اللي ورا حضرتك دي نشوفها بتتصدر كمان بره، ويكون فيها رمز كده للحضاره المصريه وللتراث المصري. شكرا جزيلا سيده امل شبيب رائده الموضه الخضراء. خلال الفتره من 5 الى 7 يونيو المقبل باذن الله، بتعقد الهيئه المصريه للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية فعاليات المنتدى
الطبي الإفريقي الأول صحة أفريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمركز مصر للمعارض الدولية، ده في إطار تعزيز العلاقات ما بين مصر والمحيط الإفريقي، وبيستهدف المنتدى اللي بيجي تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة بيهدف إلى إعادة توجيه أنظار الشركات العاملة في المجال الطبي نحو إمكانيات الاستثمار في القارة الإفريقية من خلال توفير أفضل مصادر لسلسلة إمداد تصنيع هذه المنتجات مع ضمان التوزيع العادل للمنتجات والخدمة. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية ورئيس المنتدى. دكتور عادل مساء الخير، سعداء بتشريف حضرتك لينا النهارده. اهلا وسهلا، مساء النور يا فندم، اهلا بيك. اهلا وسهلا دكتور، يعني اهميه ان يعقد هذا المنتدى الطبي الافريقي الاول في مصر في القاهره، ماذا يعني بالنسبه لكم؟ اولا حضرتك تفضلت وقلت ان هذا هو المنتدى الافريقي الاول. أنا بقول إن هو المعرض والمؤتمر الطبي الأكبر على مستوى القارة الإفريقية اللي بيعقد منذ عقود طويلة ونحن ننتظر في القارة الإفريقية أن يكون هناك حدث طبي على هذا المستوى. حضرتك تعلم أن مصر تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019 حينما تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، ثم سلمنا الرئاسة إلى جنوب إفريقيا في عام 2020. في خلال عام 2019 فخامة الرئيس وجه أن يكون هناك تعاونا بين مصر وكافة الأشقاء في القارة الإفريقية في كافة المجالات، وكان أهم أو أحد أهم هذه المجالات هو المجالات الرعاية الصحية. ثم حدثت جائحة كورونا وتعلم حضرتك كيف أثرت على مناحي الحياة بصورة عامة، وتأثرت كل المجالات، سلاسل الإمداد الطبي والإمداد الدوائي ونظم الرعاية الصحية واجهت تحدي كبير خلال جائحة كورونا، فكان هناك إعداد من بعدها مباشرة أو حينما هدأت الجائحة كان هناك توجيه من فخامة الرئيس بأن تتولى هيئة الشراء الموحد والتكنولوجيا الطبية الإعداد لهذا الحدث الطبي، فتم التنسيق مع الجمعية الطبية المصرية اللي أنا بشرف برئاستها أن يكون هناك مؤتمر ومعرض طبي ضخم يعقد في مصر بإذن الله ويوجه إلى القارة الإفريقية. هذا المنتدى اللي هو بيشمل مؤتمر طبي ومعرض كبير جدا، المؤتمر الطبي يشمل كافة أفرع الطب، تشارك فيه الجمعية الطبية المصرية بفروعها المختلفة في أكثر من 250 جلسة علمية في كافة تخصصات وأفرع الطب، بيحاضر فيه أكثر من 300 أستاذ مصري وأجنبي ومن الضيوف الأجانب أيضا في هذا المنتدى. هناك عدد كبير من الجلسات الحوارية والندوات الخاصة بأفرع الطب المختلفة. على هامش المؤتمر أو مع المؤتمر بيكون هناك معرض طبي كبير جدا لكل نظم الرعاية الصحية، معرض التجهيزات الطبية تشارك فيه كافة الشركات العالمية المتخصصة في التجهيزات الطبية، تشارك فيه أيضا شركات الدوائية العالمية من كل أنحاء العالم وشركات الوطنية أيضا العاملة في قطاع الدواء، ونقدم للمواطن الإفريقي حلول توافقية جديدة مع النظم الصحية الجديدة التي فرضت جائحة كورونا ظلالها على العالم كله. تعلم حضرتك أن القارة الإفريقية بتعاني من يمكن من أكثر من 40% من الوفيات العالمية بتحدث في القارة الإفريقية، أكثر من ربع أو 25% من الأمراض بتعاني منها القارة الإفريقية، وفي نفس الوقت أقل من 3% من الأطباء موجودين في القارة الإفريقية على مستوى العالم. فالتحديات كبيرة جدا في القارة تتمثل في مجموعة كبيرة من الأمراض والمشكلات الصحية، سنحاول أن نجد حلول توافقية، وأن يعني ما فرضته جائحة كورونا تعلم حضرتك أن القارة الإفريقية كانت تعتمد على الخارج دائما. صحيح. فهناك حلول بتقدمها مصر أن يكون هناك مشاركة ما بين الدول الإفريقية بعضها البعض، ومصر في قلب القارة تقدم الكثير والعديد من الحلول للأشقاء في القارة الإفريقية. عظيم، أنا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا وأتمنى كل التوفيق إن شاء الله في هذه المهمة الطبية الإنسانية أولا يعني، والتعاون الطبي ما بين مصر وأفريقيا. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور عادل عدوي رئيس المنتدى الطبي الإفريقي، شكرا جزيلا لحضرتك، وأستاذنكم نخرج إلى فاصل قصير.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها لمافيا حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة لرفع أسعارها عن المعلن والمتداول. فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط أكثر من 79 طن سكر ودقيق وأرز ومكرونة وزيت وعدس وفول مجهولة مصدر. قام ثلاثة من مالكي ومسؤولي ثلاثة مخازن للسلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية والدقهلية بتخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. كما تمكنت الإدارة من ضبط 170 طن دقيق أبيض مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مطحن للحبوب بالمنوفية قام بحجبها عن التداول والبيع بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول. ونجحت في ضبط قرابة 35 طن دقيق أبيض لدى ملك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالشرقية قام بتخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء. وضبط 13 طن ونصف دقيق أبيض معبأ داخل عبوات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها قام مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالدقهلية بحجبها لبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة بالأسواق. ومع تواصل الحملات الأمنية للتصدي للمتلاعبين بالأسعار تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 122 طن سكر ودقيق وأرز ومكرونة مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن بالقليوبية قام بتخزينها لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول. كما تمكنت من ضبط أكثر من 77 طن سكر ودقيق وأرز ومكرونة مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بالقليوبية بهدف بيعها بالسوق السوداء. ونجحت الإدارة وفي إطار مواصلة حملاتها للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق في ضبط 100 طن زيت طعام غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الزيوت بالمنوفية. وتمكنت من ضبط 52 طن ونصف مسلي وزيت ومكرونة مجهولة المصدر قام مالك مخزن سلع غذائية بالقاهرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. واستطاعت الإدارة ضبط 70 طن مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر قام مسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالأقصر بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. وتستمر تلك النجاحات مع تواصل الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار مع ضمان استمرارية انسيابية السلع وتوافرها بالأسعار الملائمة للمواطنين. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب خالد بيوم العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار. بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء أعمال مكافحة الإرهاب ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع
مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المشروع. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات. كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة. برحب بحضراتكم مرة أخرى، وحقيقة حابين نتكلم في الجزء ده من الحلقة مع ضيفين كريمين عزيزين، اثنين من الخبراء في المجال الاقتصادي، وزي ما بيقولوا كده الناس اللي ايديها في الشغل. واحنا بنتكلم على الاقتصاد، بنتكلم على اجراءات اقتصاديه بتقوم بها الدوله، ولسه شايفين المؤتمر العالمي اللي كان عقده رئيس مجلس الوزراء وقرارات اقتصاديه الحقيقه كتير في الفتره اللي فاتت عشان محاوله امتصاص تداعيات هذه الازمه الروسيه الاوكرانيه وغيرها الحقيقه من الامور اللي قد تؤثر على اقتصادنا زي ما كجزء من الاقتصاد العالمي. زي ما لسه كنا بنتكلم مع حضراتكم مثلا على سريلانكا ودول تانية اقتصاداتها برضو بتعاني في هذه الظروف، فهنعرف مردود هذه القرارات، فكرة لو في خريطة طريق اقتصادية او صناعية اقتصادية نقدر كده ان احنا نحطها كده مع خبرائنا او نصل الى بداية الطريق حتى فيها مع ضيفينا الكريمين. فاسمحوا لي ارحب عن اليمين بدكتور مصطفى ابراهيم نائب رئيس مجلس الاعمال المصري الصيني. دكتور مصطفى مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، مساء الخير، سعاد بوجود حضرتك معانا. اهلا وسهلا. كمان برحب بدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجاريه. يا دكتور علاء مساء الخير. مساء النور ومساء النور للساده المشاهدين. سعداء بوجود حضرتك. ده شرف لي. اهلا بيك يا فندم. اولا اسمحوا لي ان احنا لو حاولنا نجزأ كده الحوار على محاور او ملفات، لو بدانا اولا بتوصيف الوضع الخاص بالاقتصاد الدولي واحنا جزء منه. فلو بصينا على الخريطة ككل ممكن يكون المشهد عامل ازاي؟ وابدأ لو دكتور مصطفى اذن لي مع دكتور علاء عز، تفضل. هو بداية احنا لسنا جزيرة منعزلة عن العالم، هي ميزة وعيب. هبتدي بالعيب، ان ما يحدث في دول اخرى للأسف بيأثر فينا سواء بالسلب او بالإيجاب. احنا طلعنا من أزمة كورونا لمدة سنتين مشكلتها أثرت على سلسلة الإمداد، و ابتدينا يناير هذا العام بأعلى أسعار عالمية في تاريخ العالم للسلع الغذائية أساسا والمستلزمات الإنتاج، ثم جاءت أزمة روسيا وأوكرانيا وتضاعف الأثر بتاع ذلك. يمكن المؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء في حتة مهمة جدا كانت أنه أكد أن هناك زيادات أسعار قادمة، رضينا أم لم نرضى، ودي مستوردة. إحنا نجحنا خلال الفترة الماضية، يمكن فخامة الرئيس قبل بداية الكورونا ومع بداية الكورونا ركز على هذا الموضوع، ان زودنا الساعات التخزينية، القدرة التخزينية للسلع الأساسية، مش بس الغذائية ولكن والمواد البترولية وسلع أخرى. رصدنا من المواد الخام للمصانع، احنا كنا زمان بالنسبة للسلع الغذائية الاحتياطي بتاعنا 3 أشهر، في الصناعة شهر شهرين ماكسيمم 3. مع بداية الكورونا زودنا من 6 أشهر ل9 أشهر في السلع الاستراتيجية. في المواد الخام تم توفير تمويل القطاع الخاص والقطاع العام ان يزود الرصيد الاستراتيجي بتاعه من المواد الخام الأساسية لمدة 6 أشهر. فلما حصلت الأزمات اللي شفناها في الشهرين اللي فاتوا في العالم، احنا كنا في أمان إلى حد كبير، واخدين احتياطنا بسبب كورونا. مش بس بسبب كورونا، أنا لما الأسعار العالمية عليت بطلت أشتري، لان هو اللي بيحصل رعب، بيحصل بانيك، فبيبتدي تهافت ويبتدي حجب سلع، بيبتدي دول تمنع التصدير، فالاسعار العالميه بتضرب استثنائيا وترجع تستقر مره اخرى. فاحنا استنينا لما الاستقرار ده ابتدى يرجع وابتدينا نعوض ما تم استهلاكه، وبالتالي المواطن، وده الهدف بتاعنا كلنا، ما حسش بالزيادات. احنا شهر رمضان عدى الحمد لله، ما فيش زيادات في الاسعار، بالعكس ده خلقنا آليات جديدة، وهي إن أنا باخد من المصنع ومن المستورد مباشرة لمعارض تم تنظيمها من خلال غرف تجارية بالشراكة مع الدولة. صحيح، وبالتالي قللت من سلاسل التكلفة، صح، هسميها سلاسل الإمداد، وبالتالي قدرت أحقق كمان خصومات إضافية، فكانت الأسعار في مصر أقل من الأسعار سابقا
رغم انها عالميا كانت بتزيد، ويمكن زي ما الرئيس قال اللي عاوز ياخد كرتون زيت ياخد كرتون زيت في وقت لك ازازه زيت واحده في اسبانيا في ايطاليا في دول كثيره. فالحمد لله قدرنا نعدي هذه الفتره. ولكن دوله رئيس الوزراء يمكن جمله مهمه قالها، ان هذا تم دي مشكله خارجيه دخلت عندي ومضطر اتعامل معاها، وبالتالي هناك زياده في الاسعار. وهنا يمكن بتوجه للساده المشاهدين، المواطنين لابد ان يستعدوا لزياده تدريجيه في بعض الاسعار. هي بدات بعض المنتجات الغذائيه بدات تتحرك، يعني الغير اساسيه، الاساسيه اسعارها ما زالت. وخلقنا اليات، يمكن في كان في اجتماعات انواع في الزبادي، انواع في الميه، انواع في مش عارف مثلا الزيت، السكر، كل الكلام ده الحمد لله قدرنا ان احنا نثبته باليات متعدده بنعملها. ولكن لابد ان نبدا في الترشيد، احنا ما زلنا برضو استهلاكنا اكتر من احتياجنا، وبالتالي كلنا لازم نبتدي نرشد زي ما كان حاصل في العالم كله ايام الحرب العالميه الثانيه. احنا داخلين في نفس الحاله على مستوى العالم. للدرجه دي؟ لا، حضرتك كمثال ناخد زيت الطعام. انت النهارده 60% من زيت الطعام اللي كان العباد الشمس كان بيجي من اوكرانيا للعالم كله. صح. ده وقف. عندك 50% من زيت الصويا ده جاي من الارجنتين والبرازيل، عندهم مشاكل في الزراعه هناك. الارجنتين منعت التصدير ثم حطت 30% رسوم صادر. دول جنوب شرق اسيا، ماليزيا منعت تصدير زيت النخيل. الحمد لله انا عندي 19 رصيد تكون الدنيا فكت شويه. انما من الواضح ان هناك ازمات عالميه. مشكلتي ما بقتش اسعار، مشكلتي بقت توافر السلع. ال 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 السلع نفسها مش موجوده، يعني الخام غير متاحه، غير متاحه في الاسواق العالميه. ولكن الدولة استعملت علاقتها، يمكن احنا احد مميزاتنا ان فخامة الرئيس من يوم ما استلم وعلاقتنا طيبة بجميع دول العالم. هناك خلافات بين تكتلات انا مش طرف فيها، وبالتالي احنا استغلينا هذه العلاقات. مثلا الهند منعت تصدير القمح رغم ان انا فتحته كمنشأ، ولكن قدرنا نوصل لتوافق معاهم ان منع التصدير للقطاع الخاص وليس للاتفاقات الحكومية، وبالتالي حليت المشكله دي. فانا عندي والشحنه طالعه من المينا المفروض، يعني اليات متعدده بستعملها. اولا لضمان توافر السلعه، دي نمره واحد. نمره اتنين ان انا اقلل اثر هذه الاسعار انها ما توصلش للمستهلك باكبر قدر ممكن. ما اقدرش اقول انها هتحصل في كل السلع، السلع الهندسيه ما اقدرش ان انا، وما يفرقش معايا ان انا انزل سعرها، انما احنا بنتكلم على الاكل. الاكل ده اساسي، وبالتالي الدوله محافظه على اسعاره. طبعا طبعا. اشكر حضرتك الحقيقه على التقدمه دي يا دكتور علاء. واتحول دكتور مصطفى ابراهيم نائب رئيس مجلس اعمال المصري الصيني. ولازم اسال برضو حضرتك، لان حضرتك بتمثل جسر هنا ما بين مصر، الاقتصاد المصري، الاقتصاد الصيني كواحد من اقوى ان لم يكن الاقوى من اقتصادات العالم دلوقتي. فاكيد النظره عند حضرتك برضو واسعه وشامله للوضع الاقتصادي الدولي، شايف الامور ازاي؟ ما فيش شك ان قاله علاء بيه كله مصداقيته عاليه جدا وواضح على الارض. كلام يعني انت سينج از بليفنج، اللي بتشوفه على الارض هو اللي علاء بيه بيقوله فعليا، ان كل المنتجات الخاصه بالغذاء متوفره بشكل كبير، يمكن افضل من دول اخرى زي ما كنا بنتكلم عن اوروبا، وان كل حاجه بياخد زيت. امريكا فيها مشكله في بودره اللبن والكلام ده كله، فطبعا المجتمع كله بيعاني من تقلصات عاليه جدا في الاقتصاد، مش معلوم نهايتها امتى. وان كان معظم الاقتصاديين بما فيهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قال لك دي هتاخد حوالي سنتين لو انتهت الحرب بفتره قصيره. ده لو انتهت فتره قصيره الاسعار يعني دي تقعد سنتين. يعني المشاكل اللي موجوده على مستوى العالم تقعد سنتين. لكن انا بس اختلف معاه في حته، مش اختلف، لا انا ما اختلفناش لان احنا ما تناقشناش، لكن ممكن اضيف عليه حاجه. في عندنا هنا عشان بس نبقى واضحين للمشاهد وعشان كمان واضحين لصاحب القرار، ان انت عندك نوعين من المشاكل. في مشاكل زي الكوفيد اللي احنا بنتكلم عليها اللي جالك من الخارج، ودي احنا ما نقدرش نعمل فيها حاجه، احنا متلقين ليها زي العالم كله بنتعامل فيها، بل بالعكس معاملتنا فيها اكتر بحرفيه من دول كتيره، اكتر من اوروبا اللي هي عملت الحرب وزودت فيها، ما كانتش مستعده زي ما مصر كانت مستعده من ناحيه السلع الغذائيه والتخزين بالنسبه لها، وقدرتها على الاستمرار بمخزون يستمر لمده من 3 ل 6 ل 8 اشهر. زي القمح كان عندنا 4 اشهر، و4 اشهر جه مخزون الزراعه، فبقينا 8 اشهر، غير يعني احنا عندنا لغايه اخر السنه تقريبا في وفرة. لكن المشكلة الرئيسية عندنا أو جزء من المشكلة اللي موجودة ابتدت قبل مشكلة أوكرانيا، ودي كمان لازم كمان تتوضح عشان تبقى إيه ماشية مع سياق الدولة، لأن الدولة برضو بتحارب في الجبهة دي. يعني احنا عندنا جبهتين موجودين بيعاني منهم الاقتصاد المصري، جبهة خارجية وجبهة داخلية.
المفروض من المجتمع المصري والإدارة المصرية والوزارة المصرية إن تقدر تتعامل كمان مع المشكلة اللي موجودة على الأرض. احنا قبل حرب اوكرانيا يوم 12 او 15 فبراير الحكومه نتيجه بعض المشكلات في العمله اصدرت قرار بوقف الاستيراد، والقرار ده خد وده طبعا مش عايزين نتكلم فيه لان الكلام يعني تقريبا الناس كلها اتكلمت فيه وكلمت على اثاره الجانبيه والى اخره، لكن ده كان له ما زال اثار موجوده على فكره. يعني انت النهارده لو جيت بحثت في بعض الاسعار هتجد حاجه عجيبه جدا، ان السلع المستورده زادت في متوسطه 15-20%، السلع المنتجه المحليه زادت 30%. ايه السبب؟ السبب ان المنتجات المستورد قرر اللي بيجيب سلعه انا هحط عليها بس زيادات سعر العمله، لكن المنتج المصري عنده مدخلات كتيره جدا، عنده داخليه وخارجيه، فانت لو مسكت اي سلعه على اتراندم كده هتلاقي ان الزيادات في السلعه المصريه زادت حوالي 30%. كان لسه الحقيقة بنتكلم مع قطاع الغزل والنسيج كانوا بيقولوا ان جزء من مدخلاتنا احنا الغزل مثلا بنجيب من الهند، بنجيب من مش عارف منين، فده مغلي معانا. يعني الفكرة كلها في ايه؟ ان مش بس المدخلات بتغلى زي ما علاء بيقال انك هتبقى مش موجودة. يعني انت النهاردة لو انت النهاردة والكلام ده اتقال ان انت النهاردة عملت قميص كامل وقفلته كله ما عندكش زراير هتطلعه ازاي؟ يعني انت النهاردة لو ترجع من سنة مثلا او من سنتين ايام الكوفيد لما الصين النهاردة وقفت، اول دوله في العالم لما جالها الكوفيد هي اللي وقفت وكان العالم كله شغال، جت بلد زي كوريا صناعه السيارات وقفت لان كان 16% من مدخلات السياره جايه من الصين، فالصناعه بالكامل وقفت لانه ممكن يطلع عربيه من ناقصه فانوس، ناقصه دبرياش، ناقصه جلد من جوه. فانت النهارده لازم النهارده تتعامل مع، ودي يعني الله يكون في عون الوزاره والرئيس، انه بيتعامل مع جبهتين شديده الصعوبه، والاثنين جايين في وقت صعب جدا للاقتصاد، صعب جدا انك تاخد اليه. المشكلة الرئيسية في اللي احنا بنتكلم فيه، كنا بنتكلم فيه حتى قبل الكوفيد، هي مشكلة الستاكفليشن اللي هو عشان بس كلام الناس ما تحبوش، لكن بالظبط كانت المشكلة الرئيسية لا تضخم مع ركود، بالظبط زي ما يكون عندك مريض عنده سكر واملاح، فعايز دكتور بقى ايه فاهم قوي، عشان هو لو عالج السكر بيزيد الاملاح، يعني لو زودت النهارده الفايدة الاستثمار يقف، لو قللت الفايدة التضخم يزيد. فانت النهارده داخل في مرحله غير مسبوقه في عمليات الاقتصاد، يعني زي ما الناس كلها قالت ان اللي بيحصل ده، انا بتكلم عموما بقى بره وجوه، انا بتكلم على بره وجوه دلوقتي بالاضافه لحالتنا احنا، ان اللي حصل ده غير مسبوق ملوش كتاب. يعني لما بتيجي بترجع لمراجع الاقتصاد والحلول اللي موجوده هي حلول من تجارب، لكن اللي انت بتشوفه على الارض ده ملوش سابقه، والعالم كله ولا حتى اعتقد حاله الكساد الكبير. يعني حتى كان بيقول ده دوله رئيس مجلس الوزراء، يعني من 100 سنه مش بنجح حتى في الكساد الكبير. يعني ما هو ده يسال في ذلك على فكره الدول اللي قامت بالحرب. يعني النهارده انا ما كنتش، واعتقد ناس كتيره ما كانتش متوقعه ان حرب زي اوكرانيا وروسيا هتؤثر التاثير السلبي على العالم. يعني كان ممكن تاثر على اوروبا، على بعض الدول، على بعض السلع، ان احنا فوجئنا العالم كله بيعاني من سعر طاقه، بيعاني من نقص مواد غذائيه، من نقص قدراته على التصدير. المانيا بتقول لك انا عندي مصانع هتقفل لنقص الغاز، كل ده من بلدين بيتحاربوا. يعني اقتصاد روسيا ما وقفتش، طيب عجب حاجه ان روسيا نفسها ما وقفتش، والعمله الروبل الروسي زاد حوالي 18% عن ما كان قبل الحرب. طيب حضرتك كده بترد على الناس اللي بتقول طب دي الحرب في روسيا واوكرانيا في اقصى الشرق، يعني انا بتاثر ليه؟ انا اكلي وشربي ولبسي ومصاريفي بتزيد ليه؟ بيزيد لان انت النهارده داخل في جو عام. اول حاجه احنا الزيادات اللي موجوده جوه السوق المصري حاليا لسه لم تستوعب المشاكل اللي جايه من اوكرانيا على فكره، لان زي ما علاء بيقال ودي طبعا يشكر فيها الدوله ان هي لغايه دلوقتي حامياك من اسعار اللي جايه من بره، وحمياك من ان الاسعار تزيد عليك بشكل كبير، لكن لما يخلص الحمايه دي او الدرع اللي هو موجود عندك هتبتدي تشتري بالغالي. يعني زي ما علاء بقيت الكرم مشكوره، انا كان عندي حاجات رخيصه وكنت جايبها بالاسعار القديمه فموجوده عندي، فانا النهارده بقدر انزل. طب خدنا 4-5-6 اشهر بعد كده ايه اللي هيحصل؟ غصب عنك هتشتري بسعر دولار جديد وهتشتري بسعر جديد، فانت الحمايه اللي موجوده عندك شاري بيها وقت، شاري بيها وقت. ولكن حضرتك بتقول ان الازمه مش عارف على بيها وفينا في ده قد تمتد لسنتين. ده مش رايي على فكره، ده راي المتخصصين يعني، بما فيهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقطاعات الاقتصاديه يعني ما هوش راي شخصي لكن رايه مصدق الى حد كبير، لان الانعكاسات اللي موجوده على الارض انعكاسات غير طبيعيه وغير منطقيه على فكره. انا مش يعني لو سالت اي حد قبل حرب اوكرانيا دي كان هتاخد اسبوع وروسيا تبقى في كييف وسلام عليكم وخلصنا على كده، انما تيجي النهارده تاثر عليا انا في القاهره او تاثر على اللبن في امريكا
او تاثر على صناعه الحديد والصلب في المانيا غريبه. ما كانش حد متوقع عمق الخسائر اللي هتبقى موجوده ومداها، وانك انت عشان تعمل ريكفري منها السنتين ده كلام صعب جدا ان انت كنت تستوعبه قبل الحرب. لو الناس استوعبت الكلام ده بعد الحرب اعتقد كان في حاجات كتيره كان ممكن تتغير. انما احنا فوجئنا انه النهارده وناس كتير او بعض الدول زي امريكا عندها رغبه ان هي تستمر الحرب الى اخر عسكري اوكراني واخر مبنى في اوكرانيا، لان دي سياسه مالهاش دعوه بينا، لكن احنا في الاخر دول كتيره بتدفع ثمنها. اكيد. طيب ممكن المشاهد الكريم وقاعد بيتفرج بعد الشرح والتحليل الرائع من دكتور علاء عز ودكتور مصطفى ابراهيم يقول طيب اعمل ايه؟ طب ايه اللي هيحصل يعني دلوقتي يا دكتور علاء عز؟ اعمل ايه دي او الحل فين بعد اللي اعمل ايه دي؟ اقدر اقول لحضرتك ان يعني هناك اجتماعات بالثمان ساعات المتواصله في مجلس الوزراء في كافه الاجهزه في مصر، هناك دراسات بتتعمل ما هي الاليات. انا يمكن هاضيف احد النقاط. انا النهارده ويمكن دي قالها دوله رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي، انا النهارده روسيا كانت هي المصدر الرئيسي للحبوب، هي المصدر الرئيسي للزيوت، احد مصادر المواد البتروليه الرئيسيه، ويمكن ده للعالم كله مش ليا انا بس. في نفس الوقت انا هي المصدر، هي اوكرانيا نمره واحد ونمره اثنين في السياحه عندي، فانا عندي ايرادات دولاريه اختفت مره واحده. في نفس الوقت ان الاستثمار العالمي انخفض دلوقتي، بقى في تحركات الشركات للاستثمار ما هياش بالحجم اللي كنا متوقعينه. احنا نمره واحد في افريقيا والشرق الاوسط كمقصد للاستثمار، وهنفضل نمره واحد، ولكن نمره واحد حجمه كان كده بينزل كده. فلابد من اليات لجذب الاستثمار سواء محلي او اجنبي او عربي، لابد من اليات لزياده الصادرات. احنا الحمد لله انا عايز اقف مع حضرتك عند اليه جذب الاستثمار. حاجلها شايف ده ازاي؟ حضرتك يمكن دي احد الحاجات انا شخصيا بنادي بيها بقالي فتره، ان لابد من اعاده منصب وزير الاستثمار، ولكن ليس كمنظم لعمليه الاستثمار. هل العقبه انا عاوز واحد او لا. المنصب ولا في اللوائح؟ هقول لحضرتك احنا هناك خطه موضوعه للتعامل مع الشركات الالف الكبرى في العالم. احنا لسه عاملين سيرفي ليهم، شفنا التوجهات بتاعتهم ايه. هو النهارده احنا بقالنا ثلاث اسابيع اكبر ست مواني في العالم قفلوا، دول في الصين، شنغهاي نمره واحد قفلت والمفروض هتفتح بعد بكره. كانوا بيفتخروا ان المركب بتخش تفضي وتطلع بالدقائق، النهارده بقى بتاخد بالاسابيع على ما تخش وتفضي، لان البلد واقفه، المينا مقفوله، ومدينه شنغهاي نفسها عندها لوك داون. وبقيه المواني الرئيسيه في الصين بنفس الحاله. مع بدايه الكورونا كان ده حصل على خفيف، وكان الشركات العالميه ابتدت تفكر انها تعيد توزيع مراكز تصنيعها، والاهم مراكز توريد مستلزماتها. الكلام ده مع لما الدنيا فكت شويتين الكل نام. مع اللي بيحصل دلوقتي القرار اتخذ، وبالتالي هناك خطه مجلس الوزراء بيحطها بالتعاون مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، كيفيه جذب هذه الشركات عشان ناخد اكبر قدر ممكن من الحصة اللي هيعاد نقلها. نمره واحد بنروج ان هو ينقل لمنطقه البحر الابيض، دي المرحله الاولى، فدي بعملها بالتعاون مع شركائي من المغرب وتركيا، ثم نتخانق سوا مين هياخد ايه. انا عندي مميزات نسبيه بنعمل الترويج بيها، انا هناك امكانيه لدخول 3 مليار مستهلك اسواق بدون جمارك من مصر، فدي ميزه تنافسيه طبعا. انا عندي طورت المواني والمراكز اللوجستيه بتاعتي، وبالتالي عندي قدره للوجل للاسواق دي اكتر من اي دوله ثانيه يعني مجاوره. عندي انفرا او بنيه اساسيه جاهزه لده، جاهزه للكلام ده. عندي مناطق صناعيه تم تجهيزها. يمكن احد الخناقات اللي بقى لنا سنين فيها، انا عايش على من ايام الفراعنه لحد النهارده على ما لا يتجاوز 5-6% من ارض مصر، خلال القرن الماضي بقوا 7. فخامه الرئيس مع ال 22 مدينه من الجيل الرابع اللي بتتعمل مع المناطق الصناعيه من المناطق التجاريه، دخلنا في 7.5 داخلين على 8. ارض ايه اللي بتكلم عليها؟ انا فاضل 92% من مساحه مصر غير مستغله. وبالتالي لو تذكر في المؤتمر الصحفي لدوله رئيس الوزراء قال انا حدي الارض لو بيع بتكلفه البنيه التحتيه، ولكن حديها ايجار رمزي لفتره طويله مربوط بحاجتين، قد ايه توظيف هتعمله، قد ايه صادرات هتعملها. قانون الاستثمار من يوم ما طلع في السبعينات لحد النهارده
يعني نسخه المتعاقبه مدي الحق للحكومه سواء لوزاره الاستثمار او هيئه الاستثمار او لمجلس الوزراء ان يدي حوافز للشركه اللي هتيجي تتوطن. طيب معلش انا اسف في الجزئيه دي في مجال القطاعات الملابس الجاهزه ضيفنا الكريم دكتور محمد كان بيقول عشان يجي الشركه يفتح حساب بيقعد له بالشهرين ثلاثة عشان يفتح حساب في البنك. النقطه كلها ان حضرتك لو تذكر الجمله اللي قالها دوله رئيس الوزراء حاجتين، التراخيص في 20 يوم عمل معناها وبالاختار معناها ان انا لو عدى ال 20 يوم انا خدت موافقه. مش عارف تبقى فاهم. فتح الحساب تشمل تحويل تشمل كل حاجه وهناك ما يسمى بالرخصه الذهبيه بتاخد ترخيص لكل حاجه. لا محتاج بنى ولا 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 بورقه واحده دي سلطه رئيس الوزراء. تمام. دي بعملها لمين؟ يعني انا خليني ارجع للعالم عمل ايه؟ ما هو ده الكلام ده جه منين؟ النهارده مثلا ماليزيا. ماليزيا لما جابت انتل اشترطت عليها حجم توظيف وانها تجيب شركات متعاقبه ويبقى مقر رئيسي ليها. جا وراها 3000 شركه صغيره. تركيا لما جابت تويوتا كان عندها شرط اديت لها 500 مليون دولار كاش مقابل ان 70% من العربيه اللي طالعه محلي. فتويوتا الزمت انها تجيب مئات شركات الصناعات المغذيه. ده وجاهزين لده؟ احنا جاهزين لده. جاهزين لي. جاهزين ودراساته خلصت وتم عمل الدراسات ما هي الشركات اللي انا عندي ميزه تنافسيه لجذبها وما هو معدل الحافز اللي هديه عشان ابقى جاذب اكتر من دول الجوار. الكلام ده بيخلص في نفس الوقت اللي اهم حاجه اتعملت لان دي كانت الشركات بتقولها يقولك طب انا لو جيت عندك النهارده انا شايف ان الدوله منافس اقوى مني. الدوله لما بتعمل مشروع تاخد الارض ببلاش ترخيصها باسرع ما يمكن وبالتالي هي منافسه غير عادله. فاحنا عاوزين حاجه تضمن لي ان انا المنافسه دي مش موجوده. فالقرار اللي اعلنه دوله رئيس الوزراء ان سيتم تحديد القطاعات اللي الدوله هتتخرج منها بالكامل. وثيقه ملكيه الدوله. خلال 3 سنوات دي خلاص بنخلص طيب فيها. انا دي لوحدها انا عايز اخصص لها جزء في الحوار. إذا أذنت لي تحت أمرك. وهطلع فاصل ودكتور مصطفى إبراهيم بعد الفاصل يعني برضو يعني يقول لنا وجهة نظره في الجانب الآخر يعني إزاي نقدر نحقق ده بعد ما ذكر دكتور علاء عز. أرجوكم خليكم معنا. استقبل دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ورحب رئيس الوزراء برئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في إطار مشاركته والوفد المرافق له في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2022 الذي يعقد تحت عنوان تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة العربية. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، وشدد رئيس الوزراء على تكثيف التواجد بالمقرات الحكومية سواء في رئاسة مجلس الوزراء أو مختلف الوزارات، مشيرا إلى أنه يتم بصفة دورية متابعة الأعمال التي يتم تنفيذها بالحي الحكومي، إضافة إلى متابعة موقف أعمال البنية الأساسية والأحياء السكنية والمباني السكنية والخدمية وغيرها من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بإنشاء وتطوير الطرق المختلفة، ومكلفا بسرعة الانتهاء من الأعمال على الطريق الساحلي والتنسيق بشأن توصيل المرافق المختلفة للقرى السياحية وأعمال تنسيق الموقع والزراعات بالطرق التي يتم الانتهاء من تطويرها حتى تظهر بالصورة المطلوبة. قررت وزارة السياحة والآثار مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية حتى يوم الاثنين الموافق 23 مايو الجاري بدلا من الجمعة الموافق 20 مايو الجاري، وذلك حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء الفريضة هذا العام.
أعلنت وزارة الصحة أن المخزون الاستراتيجي من لقاحات كورونا آمن وأن هناك جرعات تكفي 40 مليون مواطن. وشددت الوزارة على أهمية تلقي لقاحات كورونا لكونها أداة للحماية من عدوى الفيروس. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من السبت المقبل 21 من مايو سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تنخفض السبت بشكل ملحوظ ومتوقع. بجد الترحيب مرة تانية بحضراتكم، وبجد الترحيب بضيفي الكريمين في الاستوديو دكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بيك. بجد الترحيب بدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أهلا وسهلا مرة تانية دكتور مصطفى. أهلا بيك. ويعني إحنا قبل الفاصل قيمنا الوضع عالميا محليا وبدأنا نتكلم في سبل الخروج الآمن محليا من هذه الأزمة، زي ما حضرتك قلت يعني على أفضل التقديرات سنتين لو الحرب توقفت، سنتين عشان نتعافى عالميا ومحليا من التداعيات. فبالتالي دكتور علاء عرض مجموعة من الأمور اللي بتمثل يعني مخرج آمن، زيادة فكرة الصناعة، التسهيل، جذب مزيد من الاستثمارات، زيادة الصادرات في بعض القطاعات. دكتور مصطفى رأيك إيه في ده؟ إزاي نخرج من الموقف ده؟ بص أنا هقول لك حاجة، كلام طبعا اللي قاله علاء بيه كلام محترم وكلام على الارض، لكن تملي اكمن الشيطان في التفاصيل. قعد المذيعين الشهيرين من يومين ثلاثه قال لك انا بحتفل بالذكرى السادسه للشباك الواحد، لما كانوا بيتكلموا على الشباك الواحد. فالفكره كلها لازم تكون عندك حاجتين عشان تنفذ اي حاجه، الرغبه والقدره. رغبه الدوله وحدها ما تكفيش، لازم يكون عندها قدره على تنفيذ القرارات دي. القرارات دي مع احترامنا ليها طبعا، وهي قرارات جايه في وقت مظبوط ومطلوبه، لكن قبل كده اتكلمنا في حاجات مشابهه كتير على مدار السنوات من الثمانينات واحنا بنتكلم في هذه القرارات وكل الاليات دي والكلام ده كله والتصدير. هقول لحضرتك حاجه، انت ليه الناس بتزعل لما بنتكلم في حاجات محدده؟ انا النهارده مصر بتصدر ب 30 مليار كويس؟ السعوديه اللي لسه ماديه امبارح، السعوديه مصدره السنه دي ب 75.5 مليار منتجات غير بتروليه. طب عملوها ازاي يعني؟ النهارده صناعات تحويليه يعني يمكن لا 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 ما بلا صناعات تحويل، صناعات هي في الاخر. ما احنا عندنا النهارده 30 مليار دول منهم برتقان ومواد سلع اوليه سلع زراعيه. فالفكره كلها يا جماعه احنا فين المشكله؟ انت النهارده لما بتتكلم مثلا على قرارات البنك المركزي ايه مشكلتها؟ المشكله الرئيسيه في مصر ان انت شايف المشكله بالمقلوب. يعني ايه شايف المشكله بالمقلوب؟ انت كل ما تكلم حد يقول لك المشكله ان احنا بنستورد كتير. طب بس انا اسال حد سؤال محدد، احنا دولة بنستورد 65% من اكلها، صناعاتنا من 40 لـ 90% من مدخلاتها بتيجي مستوردة، وعندنا 100 مليون شخص، وبنستورد ب 55 لـ 60 مليار في السنة، ده استيراد كتير. قول لي بلد بالتركيبة دي بتستورد 65% و70% تقريبا من مدخلات صناعتها بتستوردها بسرعة ب 60 مليار، ده احنا بنستورد قليل. احنا عندنا مشكلة في التصدير، عندنا مشكلة في التصدير، احنا بنصدر قليل مش بنستورد كتير. لما هتفكر بالمشكله بالطريقه دي الحلول هتختلف تماما، لان كل الحلول اللي انت بتفكر فيها قلل الاستيراد. لما قللت الاستيراد مثلا في الفتره اللي فاتت دي قلت الضر، التصدير الضر. فانت لازم تسيب التصدير، الاستيراد عندك مثلا اكل كلاب، عندك حاجات معينه عايز توقفها وقفها، انما سيب التصدير شغال زي ما هو ما تجيش جنبه. اتكلم على زياده الصادرات، لان التصدير هو ده عنصر اللي بيضخ جوه المجتمع. ما تقدرش توقف الدليل على كده انه مثلا قرار وقف الاستيراد ده لما طلع المستنديه، اي قرار اقتصادي انا شفته على مدار السنين اللي فاتت دي كلها جزء بيبقى مبسوط وجزء بيبقى متضرر. يعني لو قلت والله انا بكره اوقف استيراد الثلاجات فمصنع الثلاجات بينبسط واللي بيستورد الثلاجات بيزعل. مفيش قرار طلع على مدار السنين اللي فاتت دي كلها الكل اعترض عليه. ده معناه ايه؟ ان الاستيراد منطقه حيويه بالنسبه لك، سيبها تشتغل زي ما هي. طيب لو في بعض تعليق حضرتك على تدارك الامر ده والتوجيه باعفاء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الاعتمادات المستنديه والرجوع للنظام القديم. بص ده تصليح خطا، ده في فرق بين حاجتين، انا بصلح خطا وانا بعمل حاجه جديده، ده اصلاح خطا واللي عمل الخطا المفروض يتحاسب عليه. لكن ما مالناش دعوه، لكن ده اصلاح يعني معالي الرئيس تكرم مشكورا وتدخل في ملف مش ملفه،
البنك المركزي ده مش مفروض ان رئيس الدوله يتدخل فيه واصلح خطا موجود حط عباره عن عمود حديد في ترس المجتمع كله. ولسه احنا لغايه النهارده زي ما كنت انا وما زلت مصر ان احنا ارتفاع الاسعار اللي موجود مش سببه اوكرانيا لسه. سببه ان في الاقتصاد بتاعنا تعرض لتوقف شديد الفتره اللي فاتت دي ويحصل فيه نواقص كتيره. فده اللي احنا بنقوله انتوا بس شايفين المشكله غلط. يا جماعه طب ما تيجي نتكلم على الاستيراد. سيبه على جنب ونتكلم في التصدير. مصر بتصدر ب 30 مليار، السعوديه بتصدر ب 75 مليار، تركيا مصدره في فبراير 20.5 مليار في الشهر. طيب احنا ازاي؟ احنا النهارده عندنا حاجتين على فكره. احنا بالمناسبه دي قطع حديثك. احنا بنصدر اكتر ما بنستورد، لان انت بتصدر حاجتين. انت بتصدر سلع منظوره وسلع غير منظوره. ايه السلع غير منظوره؟ المصريين اللي عاملين اللي عايشين بره. ال 30 مليار دول سلع انت مصدرها. ما الناس اللي قاعده بره بترجع لك 30 مليار والشهر فات جايبه 3.3 ده تصدير. فاحنا فعليا بنصدر اكتر ما بنستورد. طيب فكره القرارات بقى، فكره الاختيار، فكره ال 20 يوم، فكره الحوافز اللي هتمنح للمستثمرين في الفتره الجايه، شايف ده مردوده ايه؟ بص اي خطوه في الاتجاه الصحيح هي مردودها جيد. واي خطوه في الاتجاه الصحيح احنا اكيد لازم احنا كمجتمع اعمال نأيدها حتى يثبت العكس. لو لا قدر الله في اي مشكله في النص، طالما في اذان صاغيه. يعني انا النهارده راجل بتاع اقتصاد صح؟ لو لا قدر الله جيت قلت له والله انا جنبي بيوجعني ما اعرفكش، روح لدكتور. التخصص مطلوب. انا راجل بتاع صناعه بس بفهم في صناعه الالم ده. لو جيت قلت لي ايه رايك في صناعه الالبان؟ اقول لك ما اعرفش. الفكره كلها ان انت النهارده في ناس بتاخد قرارات هي نفسها مش عارفه اليات اتخاذ القرار ده، سواء في نطاق الصناعه، سواء في نطاق الماليات، سواء كل الكلام ده كله لازم يبقى فيه عندك مجموعات عمل. سيبك بقى من المؤتمرات اللي هي بتاعت الاقتصاد والكلام ده كله، ده دقيق بلا طحين، عباره عن وقت بنستهلكه. وفي فرق بانك انت بتستنفذ وقت وبتستفيد بالوقت. لازم يبقى فيه مجموعات عمل لكل صناعه، مجموعة من الناس المحترمة اللي فاهم الصناعة اللي تقدر تدير وتدي الدولة الأساس. دور رجال الأعمال في ده ايه؟ رجال الأعمال النهاردة في حالة مطلوب منهم، هم مش حتى مش رغبة، هو لازم النهاردة يتعامل مع الدولة، لأن هو أكتر واحد بيعاني. رجل الأعمال النهاردة عنده مشاكل كتيرة. يعني احنا على مدار الفترات كان في مجموعة تبقى كويسة ومجموعة تعبانة، الصناعة كويسة، التجارة مش عارف ايه، انما احنا كل القطاعات اللي موجودة، قطاعات الصناعية، تجارية، خدمية، بتعاني من تقلصات شديدة جوه الاقتصاد. فاحنا عايزين فعليا حاجة تتعمل وتتعمل بسرعة. الوقت النهاردة بقى عنصر حاسم. يعني لازم الناس برضو تفهم ان انا مش عايز قرارات بنقعد بالسنين 3 4 5، لا لا لا، الكلام ده مش مظبوط. احنا النهاردة في مرحلة الوقت فيه ضدك بشده. اكيد اكيد. طيب اسمح لي ارجع مع دكتور علاء في وثيقه ملكيه الدوله اللي كان اعلن عنها رئيس الوزراء، وان الدوله هتتخرج في من عدد من القطاعات وبنسب متفاوته، والمفترض ان ده هيكون في نهايه الشهر هيتم الاعلان عنه كامل. وصلنا لفين لده ومردود ده دكتور علاء؟ يعني يمكن المسوده الاولى لهذه الوثيقه خلصت في مارس اللي فات، ودي كانت في اطار شراكه الحكومه والقطاع الخاص. كان هناك حوارات ونقاشات بين الاتحادات وممثلي القطاع الخاص مع الحكومه فيها، ايه القطاعات اللي انا عندي ميزه تنافسيه فيها كمصر ولازم عشان اجذب استثمارات فيها ان تقبل منافسه كامله. وبالتالي هناك ثلاث مجموعات من القطاعات. هناك مجموعه ستتخرج الدوله منها بالكامل خلال ثلاث سنوات. هناك مجموعه الدوله ستقف في استثماراتها وبالعكس وهتبدا في بعض التخرجات فيها، وهناك قطاعات الدوله لابد ان تستمر فيها زي الصحه، زي التعليم، اللي هي ده دور الدوله الطبيعي في اي بلد في العالم. النقطه كلها دايما بحاول امسك العصايه من النص. الدوله ليه دخلت في بعض القطاعات؟ دخلت في بعض القطاعات كانت عشان توفر هذه الخدمه او هذه السلعه بسعر انا قادر اتحكم فيه حتى ولو بخساره الى حد ما لضبط الاسواق. ده بيأثر على المستثمر. أنا جاي أستثمر، أنا مطلوب مني إن أنا أشتغل وأكسب، وبالتالي لو في منافسة بهذا الشكل بتضرني. المستثمر الأجنبي كان بيجي يقول لك أنا إيش ضمني الدولة مش هتخش في هذا القطاع حتى لو هي مش فيه النهارده. وبالتالي كان لابد من إعلان صريح الدولة إيه اللي متساب للقطاع الخاص بالكامل، واتقسمت لقطاعات للزراعة، للصناعة، للبنوك، للخدمات، وكل واحد تحتيه السب سيكتورز بتاعته، القطاعات الفرعيه بتاعته. وكل هذه القطاعات متحدد فيها ايه اللي الدوله هتطلع منه،
هل الدوله هتشتغل في تجاره التجزئه ولا الدوله تطلع منها؟ تجاره التجزئه المفروض الدوله تطلع منها. تجاره الجمله انا عندي صوامع وعندي ساعات تخزينيه، ده غصبا عني لازم كدوله ده احتياطي استراتيجي وبالتالي لازم اديره فما اقدرش اتخرج منه. فبالتالي هناك قطاعات الدوله طالعه منها بالكامل، وده هيبقى في خلال 3 سنوات، ودي هتبقى اليه من ضمن الاليات الهامه جدا الجاذبه للاستثمار. الاجتماعات النهائيه لوضع الرتوش دي معتمده على ايه القطاعات اللي ممكن اجذب فيها استثمارات دوليه حتى لو الدوله كفئه في العمل، اسيبها لها، اسيبها للقطاع الخاص. ايه القطاعات اللي القطاع الخاص بيحجب عن ان هو يخش فيها؟ يعني مثلا من ضمن القطاعات الكهرباء التقليديه، الطرق يعني هل في مستثمر هيجي يعمل طرق؟ في العالم كله الوضع ده قائم، وفي شركات مصريه مستثمره في طرق في افريقيا. فهذا المجال يجوز، ولكن لما بتاخد طريق انت بتاخد طريق بالمنطقه اللي حواليه، فانت بتعمل تنميه صناعيه وتنميه عمرانيه. يعني شركات تيجي بتاخد انت بتشق الطريق وتنمي حواليه، ولك كيلو يمين وكيلو شمال بتنمي فيهم. فما هواش مجرد بوابه بس باخد تذكره وانت معدي في الطريق، انت بتاخد الطريق بالكامل كتنميه. لانك انت داخل في منطقه في الطل، انت داخل في الصحراء. لو انا بعمل طريق جديد دلوقتي داخل بين مثلا من سفاجه رايح على المنطقه الحبيسه يعني. لا مين المنطقه الحبيسه في وسط افريقيا، وبالتالي بقى عندي حجم. فالطريق الجزء اللي جوه مصر وبره مصر انت بقيت مسؤول عن التنميه بتاعت المنطقه دي. واحنا شفناها، احنا المناطق اللي طلع فيها الطرق الجديده بدات يحصل فيها تنميه عمرانيه وتنميه مجتمعيه. انا يمكن في نقطه مهمه محتاج ان انا ارجع لها. النهارده لو بنتكلم على التصدير، انا عندي تصدير سلعي وحدود نموه الحمد لله ان هو خلال العام الماضي وخلال الربع الاخير زاد، وعندي تصدير خدمي ده داخل فيه تحويلات المصريين في الخارج، داخل فيه السياحه، داخل فيه قناة السويس، وبالتالي عندي مزيج من الموارد بيخلي هناك توازن ما بين اللي أنا بستورده واللي أنا بصدره سواء خدمي أو سلعي. طب هل ده مثلا زي القرار بتاع النهاردة والسيد نيفين جالها القرار باستثناء مصانع المكرونة أو المكرونة يعني السباجيتي إنها تعفى من حظر التصدير مثلا كلها؟ يعني جحا أولى بلحم طورو. بمعنى أنا النهاردة هناك أزمة عالمية كانت في القمح، مش عارفين مداها قد ايه. مظبوط. في ازمه عالميه في الزيوت، وبالتالي بطلع فورا، وده العالم كله عمله، بطلع فورا قرار بمنع تصدير هذه السلع لحد ما يبان توافرها شكله ايه. واحنا بناخد القرار، معالي الوزيره كانت متجاوبه الى اقصى درجه مع الصناعه. يعني كمثال علبه الفول دي فيها 8% من ثمنها فول، الباقي قيمه مضافه محليه، وبالتالي لو وقفت التصدير انا خسران. انما فول سايب لا ما يتصدق، انا محتاجه. لما بان ان انا عندي رصيد من الفول يكفيني 12 شهر رجعت سمحت تاني. المكرونه القيمه المضافه فيها عاليه جدا، وبستعمل فيها قمح سيمولينا مش هو القمح اللي بستعمله في العيش، وبالتالي ان انا اصدرها لازم ارجع تاني اوافق عليه عشان يشغل الصناعه المحليه، وبالتالي يقدر يزود ميزان الصادرات. يعني من ضمن الحاجات مثلا بالنسبه للزيوت، هناك زياده عالميه في اسعار الزيوت، تم التوافق مع منتجي الزيوت في مصر، ده اجتماع كان مع معالي وزير التموين، على ان انا هحط زياده طفيفه جدا على الزيوت الشعبيه اللي هو اللي بنسميه زيت الخليط اللي الشعب كله بيستعمله، وهحمل الزياده الكبيره اللي انا متحملها كشركه على الانواع الفاخره زيت العباد وزيت الذره، وبالتالي ال 100 مليون ال 90 مليون ذوي الدخول المتدنيه حامتهم، وفي نفس الوقت زاويه الدخول العاليه مش فارق معاهم ان انا حتى لو ضعفت السعر بعد كده. وبالتالي دي الاليات اللي احنا بنستعملها ان انا احافظ على ما يسمى استقرار الاسعار، ما بقولش ان انا بنزل الاسعار، ما بقولش ان انا ما برفعش الاسعار، انما بحاول السلع الاساسيه للمواطن الغلبان ان انا احافظ عليها، والسلع الرفاهيه بحمل عليها نسبه كبيره من الزيادات. يمكن اخر حاجه بالنسبه لخطه ان انا امر في الكلام ده، انا يمكن لازم حاجتين، لازم اخلص اتفاقيه مع صندوق النقد مش عشان قرض،
اتفاقيه مع صندوق النقد ده ختم بيتحط على الاقتصاد المصري، اليه هامه جدا لجذب الاستثمارات وخفض تكلفه الواردات. الجزء الاخر بدايه طبعا لازم اتوجه بالشكر للمرحومين ملوك وامراء السعوديه والامارات والكويت اللي في 2013 2014 دعموا مصر باكثر من 22 مليار دولار، والحاليين اللي تقدموا يعني السعوديه 5 مليار تحولوا في يوم واحد، ده طبعا علاقه فخامه الرئيس مع جلاله ملك السعوديه. نفس القصه الامارات والكويت داخلين في استثمارات كبيره، دي احد الاليات اللي بسرع بيها من عجله الاقتصاد بخلق فرص جديده. اللي احنا بنعمل عليه حاليا جميع مصانع مصر او غالبيه مصانع مصر شغاله ورديه واحده، احنا باسرع ما يمكن بنحاول نروج مع الشركات العالميه تيجي تأجر ورديه او ورديتين في المصانع القائمه، بتطور بتنقل لي تكنولوجيا بتحللي واردات لان الصناعات زادت عظيم. وفي نفس الوقت بيبتدي يصدر من مصر. عظيم عظيم. طيب استاذن حضراتكم نخرج لفاصل ونشوف مردود بقى ده على نظره المؤسسات الدوليه على وضع الاقتصاد المصري، خصوصا يعني في مؤسسه التصنيف، يعني كان من بينها يعني الحفاظ على المستوى التصنيفي المصري وفقا للستاندرد اند بورز عند مستوى بي. فنشوف ده مردود ده هيبقى عامل ازاي، خصوصا واحنا بنتعامل مع رؤوس اموال اجنبيه واستثمار اجنبي بعد الفاصل. ارجوكم خليكم معانا. بجد ترحيبي مرة أخرى بحضراتكم، وبجد ترحيبي بدكتور علاء عز ودكتور مصطفى إبراهيم. حديث الحقيقة في الاقتصاد رائع جدا، أنا يعني معلوماتي في الاقتصاد يعني بسيطة إلى حد ما، ولكن الحقيقة استفدنا من الشرح الواقع سواء الوضع خارجيا أو حتى محليا. دكتور مصطفى إبراهيم، كان لينا مداخلة يوم المؤتمر الخاص بدولة رئيس مجلس الوزراء مع السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، فبيتكلم على فكرة التخارج والشركات وتخارج الدولة منها، وده لازم يعني يكون بإجماع رؤساء مجالس إدارة أو أعضاء مجالس إدارات الشركات، وإن الحكومة واجهت بيروقراطية في هذا الأمر. فأنا قلت له بيروقراطية؟ ده أنتوا الحكومة بتواجهوا البيروقراطية. فقال لي آه ده بيحصل. فكرة البيروقراطية وده كلام بنقوله من سنين طويلة جدا، والقضاء على البيروقراطية، ازاي يتم الاسراع في تخليص الملف ده؟ هنتكلم في اكتر نقطه سريعه جدا. البيروقراطيه لن تستطيع القضاء عليها. انا كنت في احد الجهات الرقابيه، كان في مؤتمر هناك كنا بنتكلم بصراحه، فكنا بنتكلم على الفساد. قلت له انت مش هتقدر تقضي على الفساد. فكان بيسالني سؤال، طب ما اقدرش اقضي عليه ليه؟ قلت له لان سلطه الموظف العام اكتر كتير من دخله. يعني انت بتجيب موظف في الجمرك او في المحليات تقول له خد 2000 3000 جنيه وتعامل مع عماره بقى الراجل هيعملها يكسب 20 مليون جنيه، او طلع 20 كونتينر فيهم بضاعه ب 50 60 مليون جنيه. فانت مديله 2000 3000 جنيه وقدامه موارد اخرى كثيره، فانت النهارده يا ترفع المرتبات بشكل ضخم يتناسب مع الناس دي فعشان ما ترتشيش، يا اما ان انت النهارده تتعامل مع هيرجع. ما انا فاهم مش معقوله يعني كل واحد طبعا انا عارف ان هي مش معقوله. يعني فهي الفكره موظف كلها البنك اللي مؤتمن على خزاين مش معقوله لازم اوصل مرتبه. الفكره كلها احنا بصرف النظر عن الكلام اللي انا بقوله ده منطقي او غير منطقي لكن هو واقعي. الحاجه الثانيه ان انت النهارده لما بتتكلم على الدوله، الدوله حمت الاقتصاد من 2013 وعملت مشاريع كتيره، وما فيش شك انه اللي احنا شايفين مجتمع غير المجتمع، وشايفين ناس غير الناس، وشايفين امكانيات الدوله العافيه بتاعتنا غير الدوله القديمه. لكن علاء بيه بيتكلم والمنظور اللي طالع مطلعات الدوله ان هي ايه حدودها في الاقتصاد. الدوله عشان احنا ايام كوره اليومين دول، اقول لك حاجه، الدوله عباره عن زي ماتشات الكوره. الدوله بتعمل الملعب، تخططه، تحط الجول، وتعمل الكارت الاصفر والكارت الاحمر، لكن الدوله لا تلعب الكوره. مفيش دوله في العالم بتعمل مصانع، مش لسبب. احنا كان عندنا مصانع وبنبيعها دلوقتي اراضي لان الدوله تاجر ومدير فاشل. فانت النهارده حتى لو حطيت استثمارات الدوله جوه مصانع تديرها الدوله، مصيرها فيها مشاكل كتيره بعد كده. طيب والعائد بتاعها اقل كتير. في فتره من الفترات كان يمكن للقطاع الخاص ان هو يدخل، لكن القطاع الخاص رفض ان هو يدخل مثلا في قطاعات ما، فالدوله وقتها انقاذا لموقف قد تكون اضطرت للدخول في. لا لا احنا مش احنا قلنا لا، انا بقول لك ان الدوله حامت المجتمع وحامت الاقتصاد وحامتنا كلنا، واللي احنا بنعيشه دلوقتي من صوامع كبيره وخزانات فيها وقود والكلام ده كله، ده كان السياسه واضحه وصريحه.
لكن لما بنتكلم على التخارج فلازم تبقى الدوله فاهمه ان دورها بينتهي خلاص، لازم يجي على فتره. ده اللي عايز اقوله، ملكيه الدوله. الحاجه الثانيه ان انت النهارده لما بنيجي نتكلم على الصادرات وكده، وهي دي انا وجهه نظر ان الواردات دي مش كتيره، بالعكس دي قليله على مجتمع بالحجم ده. لكن الصادرات لما بتيجي تتكلم على الصادرات بنتكلم على حاجتين. النهارده لما تيجي تقول لي انا وصلت ل 30 مليار بس بعد 20 50 سنه، بنتكلم دي نتيجه. حد يطلع يقول لي ايه السبب؟ انا مش عارفه. يعني لما تيجي تقول لي والله انا بصدر ب 30 بالعافيه واصدر السنه الجايه ب 33 يعني كده وكده، طيب ماشي دي نتيجه. ليه انا مش قادر اوصل للدول اللي بتصدر ب 20 و30 مليار في الشهر؟ انا مش والله العظيم ما اعرف. طب الكلام ده زمان كان وما زال لغايه دلوقتي ما زال. انا مش متصور يعني ايه. لازم نرجع نسال نفسنا يعني هو السؤال هو ليه ما حصلش؟ هو مش يعني السؤال ده بالمقلوب. ساعات احنا بنسال اسئله بطريقه ما تدكش الاجابه الصح. نسال السؤال بالمقلوب، هو ليه ما حصلش؟ طيب لو حطيت روجيتا لو حطيت من الموقف ده بقى، اول حاجه ان انت النهارده لازم تشوف زي ما علاء بيه قال لك النهارده ان في بعد الحروب اللي جت دي في اوبورتيونيتي موجوده. يقول لك ايه؟ بروبلم از ان اوبورتيونيتي اندر كفر، يعني المشاكل هي عباره عن فرص متخفيه. النهارده بعد ما سلاسل الامداد ومشاكل الصين وكره العالم من الصين وخوف منهم، فابتدى يبقى فيه، كان زمان كلنا بنشتري من الصين لسبب واحد، انه افضل سعر وافضل كواليتي. النهارده الناس هتشتري على الاضمن مش على الافضل. يعني ما عندناش مشكله الدول اوروبا ما عندناش مشكله تشتري القميص منك بالدولار 20 بدل الصين بدولار، لانها هتبقى اضمن. وفي النهارده اوبورتيونيتي قدامك على الامداد انها تكون سلاسل الامداد وتكسيرها والبعد عن التنين الاسيوي، مصدر واحد بس للسلع. عايزه تفتته وتقسمه، منها بتخفض من قوته ومنها بتوزع الريسك بتاعها. لان الموضوع الكوفيد وموضوع اوكرانيا ده موضوع كاشف جدا. طيب ده جزء لازم احنا نجري فيه في الاول ونجري فيه ازاي. انت عندك النهارده دوله زي الصين نفسها عايزه تمشي مصانع من عندها، لان عارفه ايه اللي هيحصل بعد كده. في ناس مش عايزه تشتري من عندها، في صناعات هي مش عايزاها، وفي عندك دول تانية زي اوروبا او الاسواق الافريقيه. يعني النهارده احنا كنا زي ما علاء قال احنا بنصدر لاسواق فيها 3 مليار شخص بدون جمارك. طب ما نقول لنفسنا، انا رايح اقول للمستثمر الاجنبي ليه؟ لما ما فيش دوله في اللي احنا قلناهم دول كلها عندها تقدر تخش اسواق ب 3 مليار شخص، لا السعوديه ولا تركيا ولا المغرب، كل دول عندهم بعض الاتفاقيات. وعن الاقتصاد المصري في طب احنا ليه ما وصلناش؟ هو ده السؤال اللي نساله نفسنا يا جماعه. عشان انا اجاوبك على الكلام ده لازم نسال نفسنا السؤال ده، هو احنا ليه ما وصلناش؟ الحاجه الثانيه لما تيجي تقول لي ايه الاجراءات السريعه اللي لازم تحصل؟ لان احنا النهارده زي ما قلت انا ما عنديش رفاهيه وقت. النهارده الاستيراد لازم يعاد مراجعته. لو انت النهارده عندك بعض السلع عايز تشيل العربيات عايز تشيل اكل الكلاب شيله، لكن في حاجات لكن لازم تسيبه مفتوح عشان ما تبوظ الاقتصاد المصري في مجمله. لان انت ما تقدرش تقول ايه اصل القلم ده بيجي يتباع لمصطفى لكن الكوبايه دي لا هتخش في صناعه مش عارف ايه. هنخش انت النهارده لو رحت الجمرك الاجراءات والورق اللي جاي له من وزاره الماليه ووزاره التجاره والبنك المركزي كده، انا نفسي مش عارف، انا ما يعني ما بتعرفش اتكلم مع حد لان كل يوم بيجي له قرار جديد. الحاجة الثانية ان احنا النهارده اتكلمنا في موضوع العمالة بتاعتنا بره. انا عاصرت حاجة كانت حصلت مع التيف الاسترالي. التيف ده عبارة عن زي التعليم الفني، ومفيش حاجة في استراليا او في دول كتيرة زي امريكا برضه ما تقدرش تشتغل، حتى اسف يعني تحلق الكلب الا ما تكون معاك شهادة من التيف. التيف ده راح الهند، مسك الناس اللي هناك قعدهم اعادة تأهيل. فاللي كان بيشتغل مثلا لحام في لحام، وده كان المثل اللي كانوا بيتكلموا عليه تحديدا، كان بياخد من 300 ل 350 دولار في الشهر من الهند. بعد ما قعد 9 أشهر في دوره تدريبيه في الهند من خلال المدرسين الاسترال، راح رجع تاني السعوديه ب 1400 دولار. فانت النهارده لازم ترفع يعني قيمه القيمه المضافه زي ما احنا كان علاء بيه بيتكلم على الفول. طب انا اتكلم على الفول، انا بتكلم على البني ادمين بقى. طب ما نرفع قيمه الناس اللي انت عندك النهارده 10 دول عايزه تتبني حواليك. عندك من اوكرانيا حتى لو انت النهارده عندك سوريا عندك ليبيا، رفع كفاءه العماله اللي عندك هتبقى اكبر دخل واسرع دخل تقدر تعمله. صحيح. طيب انا خلاص يعني اتبقى قدامي حوالي 3 دقائق، عايز اخد راي دكتور علاء في ما نشره مجلس الوزراء المركز الاعلامي لمجلس الوزراء على فكره التصنيف الائتماني وثقه مؤسسات التصنيف الائتماني
مع الاقتصاد المصري وفكره ان هو ايجابيه التعامل مع الصدمات. التقرير بيقول استمرار تثبيت التصنيف الائتماني بنظره مستقبليه مستقره، وزي ما حضراتكم كده شايفين ده شكل الخريطه يعني وما يحدث فيها. هتلاقي في دول باللون الاحمر، هتلاقي في روسيا، كندا، واجزاء في امريكا اللاتينيه، اجزاء كتير في افريقيا، الهند من الاجزاء اللي باللون الاحمر اللي فيها مخاطر بشكل كبير جدا. فكره يعني فيتش مثلا الائتمانيه ابقى تصنيف مصر عند بي بلس، ده كان من مارس 19 وده مستمر حتى الان. ستاندرد اند بورز دبل بي بلس، دبل بي بلس، ستاندرد اند بورز تصنيف مصر عند بي، ده مستمر من 2018، وان نظرتها المستقبليه مستقره للاقتصاد المصري. دكتور علاء، حضرتك يمكن من اول حاجه بيبص عليها المستثمر لاي دوله نمره واحد الملاءه الماليه للدوله، الاقتصاد بتاعها شكله ايه، فبالتالي بيرجع للريتنج اورجنايزيشنز زي فيتش زي موجي زي غيرها، اشوف تقييمهم ايه، واللي اهم من التقييم اللحظي هي طالعه ولا نازله. ولما بنتكلم على مصيبه في العالم زي اللي احنا فيها حاليا، عندك عدد كبير جدا من الدول تصنيفها بينزل، فكون مصر ان هي ثابته هذا يدل ان اقتصادها لما اخش فيه هي فرصه، او الدوله دي جاذبه واضمن ان استثماراتي هتبقى محميه خلال فتره طويله، وبالتالي ده احد الحاجات الهامه جدا. في نفس الوقت ده بيأثر عليا في التصدير سوري في الاستيراد، لان سعر الاستيراد وسعر التمويل اللي بحصل عليه وسعر الاقتراض سواء للدوله او للقطاع الخاص من الخارج ده بيعتمد على تصنيف الائتماني بتاعي، وبالتالي ده من اهم ما يمكن. وده يجيبنا للخطه اللي الدوله بتعملها. انا بسعى ان انا احسن ترتيبي في مناخ اداء الاعمال، ترتيب في تقرير البنك الدولي وغيره، بحارب ان انا احافظ على واحسن من تصنيف الائتماني، ودي اليات جاذبه لترويج الاستثمارات. ويمكن ده يرجعني تاني، انا محتاج ان انا يبقى عندي كيان وظيفته الوحيده الترويج، لا ليه علاقه بالاجراءات. الاجراءات يمكن حضرتك اثرت موضوع الاجراءات في والتعامل مع الموظف العام، ابسط حل ليها اللي الدوله بتعمله حاليا وهو ميكنه الاجراءات. انا الحكومه الالكترونيه لا ترتشي، والمساواه في الظلم عداله، لو الكمبيوتر بيعمل حاجه غلط بالتالي هي تتساوى مع الكل، وده يمكن اللي الدوله بتسعى اليه باسرع ما يمكن، ان انا الاجراءات كلها تبقى مميكنه، وبالتالي دي اليه اخرى لجذب الاستثمارات. الجزء الاخير يمكن وده اللي مهم، ودي رساله لازم الكل يبقى عارفها، احنا في 2013 2014 طلبنا من فخامة الرئيس أن يكون هناك حزمة تحفيزية، لأن الاقتصاد كان في النازل من 2011. حزمة تحفيزية في العالم كله تعرفها، أن أنا برمي استثمارات في البنية التحتية عشان أعملها بالإجراءات الحكومية العقيمة، يبقى إن شاء الله أحفادنا هم اللي هيستفيدوا منها. وبالتالي تم استخدام وقتها القوات المسلحة كآلية كممثل للمالك. على فكرة كل اللي نفذ هذه المشاريع قطاع خاص، المقاول المنفذ كان قطاع خاص، ان هو لا هو الاستشاري، هو ممثل للمالك، خد اجراءات سريعه على التنفيذ ودقه التنفيذ، اسمها ممثل المالك تعريفه يعني. وبالتالي الكهرباء بطلت تتقطع، احنا بننسى النجاح اللي حصل. حضرتك انا كنت يعني ما مشيتش في الطريق ده مثلا من شهرين ثلاثه، لما مشيت النهارده شفت لا حاجات جايه طلعت يا فندم، انا كنت بروح مكتبي في ساعتين، دلوقتي بروح في 15 دقيقه من المحاور الجديده. انما هي النقطه كلها، وده اللي خلال فتره الكوفيد خلاني احد خمس دول في العالم فقط عندي معدل نمو ايجابي، في عالم كله سلبي. فده لازم الكلام ده ما يتنسيش، ولما بنخطط لقدام لازم نبص لورا ايه اللي نجحنا فيه، ايه الاخطاء اللي حصلت نبتدي نجود فيها. وهناك العديد من المحاور اللي ماشيين عليها. بيل جيتس ابتدى في الجراج، وبالتالي فخامه الرئيس ادى توجيه الغي موضوع ان يكون عندك مقر، شباب عاوز يبتدي من بيتهم ما يبتدي، انا ليه احط عليه اعباء ماليه واحجمه من الكلام ده. النهارده الترخيص بالاخطار، فهناك عدد كبير من الاجراءات والقرارات اللي اتخذت اللي هتبقى جاذبه للاستثمار سواء محلي او اجنبي. دكتور علاء عز، انا شاكر جدا لتشريف حضرتك لينا. دكتور مصطفى ابراهيم، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وتصبحوا على خير. إلى اللقاء.